السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هندي محاضرة تانية في مقرر خرسانة 3. المحاضرة الأولانية اتكلمنا عن أنواع التنكات وإزاي نجيب الستاتيكال سيستم بتاع أو اللود اللي على الخزان، وقلنا من أنواع الخزانات يا إما أوبن تشانل يا إما ركتانجولار تانك يا إما سيركولار تانك، وقلنا إن بناحية الأوبن تشانل في اوبن تشانل وزاوت هوريزونتال بيم وفي اوبن تشانل وز هوريزونتال بيم. لما يكون ارتفاع الخزان في حدود من 3 متر فممكن اعمل خزان اوبن تشانل، لكن لو زاد عن 3 متر فبحط الهوريزونتال بيم من فوق. ليه؟ عشان كل ما زاد الارتفاع كل ما زاد المومنت، والدبس بيزيد والاريا سيب بيزيد، فوجود الهوريزونتال بيم فبتحول الشكل من ستاتيكال ديتيرمنت لستاتيكال ديتيرمنت، فبيكون اجمالي المومنت على الحيطه في السكشن من تحت اقل من لو انا خليته اوبن تشانل بس، وبالتالي بيتحول الشكل الى ستاتيكال ديتيرمنت. وشفنا يعني حل الشكل ستاتيكال ديتيرمنت، قلنا اسهل الانواع المومنت ديستريبيوشن، وخدنا مثال بالارقام على اوبن تشانل واوبن وواحد تاني اوبن تشانل وهوريزونتال بيم. بقى الريكتانجولار تانك احنا كنا كمان بنقول ان احنا لما بنيجي نتعامل مع الخزان فبنتعامل مع ان الحوائط كانها بلاطات راسيه والارضيه كبلاطات افقيه، وباخد شريحه تمثل الحيطه والارضيه واحط عليها اللود واجيب السترنج اكشن مومنت والنورمال فورس. وقلنا كمان ان دايما الحوائط وارضيه الخزان بيبقى عليها موم ام وان، تمام، سواء ام تنشن او ام كومبريشن، لكن في الاخر اي سكشن من سكاشن حوائط ارضيه الخزان بيبقى عليها ام وان، تمام. وقلنا ان احنا بنجيب الشيل بتاع الحيطه بيقلب نورمال على الارضيه والشيل بتاع الارضيه بيقلب نورمال على الحيطه، ده اللي احنا شرحناه في الاوبن تشانل والاوبن تشانل هوريزونتال بيم اللي كان في المحاضره اللي عدت. اما بقى المره دي الريكتانجولار تانك احنا هنتكلم الاستاتيكال بتاع الريكتانجولار تانك ازاي، لكن هناخد مثال بالتفصيل بعد ما نعرف ازاي نعمل اتزان السكاشن عشان ناخد يعني تانك من بدايته لاخره ريكتانجولار تانك المحاضره الجايه ان شاء الله. هو ايه اللي يفرق من ناحيه الاوبن تشانل والريكتانجولار تانك؟ ان في حقيقه الريكتانجولار تانك احنا كنا بنقول ان اصلا لما بنتعامل مع حوائط الخزان بتعامل معاها انها بلاطات راسيه وارضيه الخزان بلاطات افقيه. في حاله الاوبن تشانل والاوبن تشانل والهوريزونتال بيم الحوائط الراسيه بتبقى بلاطه، احنا قلنا نتعامل مع سلاب بس بتبقى وان واي سلاب. ليه؟ لان لما تبص الارتفاع بالنسبه للاتجاه العرضي بتاع الحيطه هتلاقي ان الطول بتاع الحيطه على الارتفاع اكبر من 2، وطالما اكبر 2 يبقى وان واي، وبالتالي اللود كله كنا بنشوفه بيروح في الاتجاه الراسي الاتجاه القصير للحيطه اللي هو ارتفاع اتش، وفي الارضيه كنا بنلاقي اللود كله اللي كنا بنحسبه دبليو 2 كان بيروح في الاتجاه القصير للارضيه اللي هو ال شورت اللي عندي، لكن الاتجاه الطويل كان بيبقى ما بيروحش عليه لود. ليه؟ لان البلاطه الافقيه كانت وان واي، لان ال الطويله على ال شورت كانت اكبر من 2 دايما في الاوبن تشانل او الاوبن تشانل والهوريزونتال بيم، فكان اللود بيروح في الاتجاه القصير. وعشان كده في الاوبن تشانل او الاوبن تشانل والهوريزونتال بيم باخد ستريب واحده اللي هي الفيرتيكال ستريب اللي كنا بناخدها في الحيطه الارضيه عشان نجيب الحديد اللي في الاتجاه القصير للحيطه اللي هو الارتفاع والاتجاه القصير للارضيه اللي هو في الاتجاه القصير اللي عندي. ودايما احنا قلنا ان احنا دايما لما بنيجي نحط بنحط حديد التسليح شبكتين، شبكه سفليه وشبكه علويه، فانا لما اجيب المومنت والنورمال فورس في الشبكه في الستريب دي هجيب اللي منها ديزاين السكاش واجيب حديد التسليح في السكاشن دي. اي اتجاه تاني اللي هو الاتجاه الطويل الاتجاه العرضي للبيم للاوبن تشانل بحط فيه المينيمم اريا اوف ستيل. ليه؟ لان ما عنديش لود اصلا راح في الاتجاه اللي هو العرضي للحيطه وبياخد اللي هو الارتفاع اتش بس كله بيروح باللود. اما بقى في الريكتانجولار تانك لا، الريكتانجولار تانك بقى ما بقيش حطين وارضيه زي الاوبن تشانل، لا ده عباره عن اربع حوائط وارضيه، وكمان الحوائط ممكن تبقى ايه؟ ان مثلا لو انا ابعاد الخزان عندي ال1 وال2 الارضيه والارتفاع اتش، ممكن لو خدت ال1 بلاقيها بعدها ارتفاعها اتش وطولها ال1، فدي ممكن تكون ال1 على اتش او اتش على ال1 الكبير على الصغير ممكن يكون اكبر اقل من 2،
واكبر من واحد، فبالتالي اللود فيها مش ممكن مش هيروح في تجاره راسي، لا ده هيتوزع بنسبه الفا وبيتا، لان انت عندك في البلاطات لما كان البلاطه بتبقى تو واي يعني الار كانت بتبقى اكبر من واحد واقل من اثنين، فقلنا اللود ما بيروحش في اتجاه واحد، لا بيتوزع في اتجاهين، اتجاه الفا واتجاه بيتا، وبجيب الفا وبيتا من جراشوف اللي هي الفا بتساوي ار 4 على 1 زائد ار اس 4، وبيتا بيساوي 1 على 1 زائد ار اس 4، ومجموع الفا وبيتا بيساوي 1. هنا نفس الكلام، ان انا همثل الريكتانجولار تانك وابدا اشوف ال واحد على اتش الكبير على الصغير يعني بكام، ولو هو اقل من 2 يبقى هيتوزع بنسبه الفا وبيتا، وكل وول منهم بالطريقه دي، والارضيه كمان اللي هي ال 2 على ال 1 اشوف الكبير منهم على الصغير، فالاقي لو طلع ار اقل من 2 يبقى هيتوزع برده بنسبه الفا وبيتا، والاقي نفسه وانا بصمم الريكتانجولار تانك مش باخد شريحه واحده، لا ده انا باخد 2 فيرتيكال ستيرب واحده هوريزونتال ستيرب. فيرتيكال ستيرب 1 اللي واضحه قدامك دي اللي شامله والواحد والواحد اللي قصادها والارضيه في اتجاه اللي هو الاثنين، دي ستيرب 1. وفي ستيرب تاني اللي هي دي لما اعملها هجيب منها ايه؟ هجيب منها حديد التسليح اللي في الاتجاه الراسي اللي هو الواحد، هجيب منها حديد التسليح اللي في اتجاه القصير او الاتجاه اللي هو الاثنين في الارضيه، تمام. بعدين هاخد فيرتيكال ستيرب 2، فيرتيكال ستيرب 2 دي تشمل وول 2 وول 2، لان انا بقول لك الريكتانجولار تانك اربع حواط، هجيب الحديد الراسي في وول 2 واشوف الحديد اللي في اتجاه الثاني اللي هو في اتجاه ال1 للارضيه اللي معايا، يبقى كده الارضيه من فيرتيكال ستيرب 1 وفيرتيكال ستيرب 2 قدرت اجيب الفرش والغطا بتاعها. اما الحوائط الاربعه فيرتيكال ستيرب 1 جابت الحديد الراسي لول 1 واللوكساتها، اقول 1 قصادها اقول 1 ثانيه، والفيرتيكال ستيرب 2 جابت الحديد الراسي لول 2 واللوكساتها، تمام. طب ده انا المفروض ان في الفا وبيتا، يعني في الاتجاه الافقي حديد تسليح، يعني مش هحط فيه مينيمم، لا ده انا لازم اجيب اللود اللي عليه واصممه. فهنا بقى هاخد شريحه ثانيه اسمها هوريزونتال ستيرب، الهوريزونتال ستيرب دي عشان اجيب منها الحديد الافقي لحواط الخزان. يبقى انا فيرتيكال ستيرب 1 جبت منها الحديد الراسي لحطين والحديد في الاتجاه في اتجاه الارضيه، فيرتيكال ستيرب 2 جبت منها الحديد الراسي للاثنين اللي هم وول 2 والاقساطه، وجبت الحديد اللي في اتجاه التاني الارضيه، يبقى الارضيه خلاص جبت فرش وغطا، لكن الحوائط كلها جبت الحديد الراسي ما جبتش الحديد اللي في اتجاه التاني العرضي اللي هو بيتا عندي. فهنا باخد هوريزونتال ستيرب، الهوريزونتال ستيرب دي هو عباره عن ستيرب في الحوائط الخزان عشان اجيب منها الحديد اللي في الاتجاه العرضي، تمام. طيب لما اجي اخد وول واحد هقول وول واحد ايه؟ لو هي مثلا بالشكل اللي احنا وزعناه ده ولما كانت بالابعاد وبديت اجيب ار وحللت مثلا لقيت ان وول واحد الاتجاه اتش هياخد الفا واتجاه ال واحد هياخد بيتا، طبعا ده حسب الابعاد، انا بقول مثلا لو كنا حسبنا وطلع كده والارضيه واخده الاتجاه القصير الفا اللي هو الاثنين والاتجاه الكبير اللي هو ال واحد ياخد بيتا. لما اجي اخد وول واحد بقى الاقي ايه؟ ما بقيش الحديد راح في الاتجاه الراسي كله، لا ده في الاتجاه الراسي خد الفا، ما احنا اللود اللي على وول واحد صفر من فوق زي ما احنا متفقين، وتحت عباره عن دبليو واحد اللي جاما ووتر فيتش، بس المره دي جاما ووتر فيتش دي مش هتروح كلها زي المره اللي عدت في الاوبن تشالنج في الاتجاه الراسي، لا هيتوزع جزء منها هيروح في الاتجاه الراسي وجزء منها هيروح في الاتجاه الافقي. المفروض ان الاتجاه الراسي على في وول واحد ياخد ايه؟ الفا بجاما ووتر فيتش، وبقيه المثلث يعني المثلث الثاني اللي هو يروح في بيتا في جاما ووتر فيتش ده اللي يروح في الاتجاه الافقي. بس قال لك بقى احنا دايما قلنا ان في فيكسيشن ما بين الحيطه والارضيه في الجوينت اللي هي جوينت بي اللي هي اتصال الحيطه بالارضيه من تحت، وبالتالي ان الجوينت الارضيه دي اللي اتصال الحيطه بالارضيه ريجيد، فطالما ريجيد فالحيطه مش هتاخد حقها، بس مش هتاخد هي لو واخده بيتا ماشي يبقى بيتا في جاما ووتر فيتش، لو واخده الاتجاه الراسي الفا يبقى الفا في جاما ووتر فيتش، لا هي تاخد اللود بتاعها الفا في جاما ووتر فيتش دي حسب ما هي متجهه دي، وهتاخد جزء من اللي هيروح في الاتجاه الافقي، الجزء ده من تحت هي قيمه بيتا في جاما ووتر فيتش، ودي قاعده المثلث من تحت معايا، ويبدا بقى المثلث يبدا يقل 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 لحد ما يوصل صفر المثلث الصغير على ارتفاع اتش على 4 من القاعده اللي عندي، ويبقى ده اللي واخده الحيطه، يعني متفقين ان الحيطه هتاخد حقها سواء الفا او بيتا
في اللود اللي على الحيطه اللي هو جاب وطفيتش. لا وكمان هتاخد جزء من اللود اللي راح في الاتجاه الافقي. ليه هتاخد جزء من اللود اللي راح في الاتجاه الافقي؟ عشان في فيكسيشن ما بين الارضيه والحيطه في القاعده من تحت، فبتاخد المثلث تاني من الاتجاه الافقي. المثلث ده قعدته من تحت بقيه اللود بتاع جاما ووتر فيتش، وينتهي على ارتفاع اتش على 4 من ارضيه الخزان. واللي هيروح في الاتجاه الافقي مش هياخد مش كله، لا ثلاث ارباعه بس، ثلاث ارباع اللود اللي في الاتجاه الافقي ولا يروح في الاتجاه الافقي. اللي هنا طبقا للتوزيع اللي متوزع ده بوينت 7 اللي هو بيتا في جاما ووتر فيتش، وياخد بقى بوينت 7 5 في بيتا في جاما ووتر فيتش. هو ده اللي هيروح في الاتجاه الافقي، مش هيروح كله، لا ثلاث ارباعه بس، عشان نتيجه الريجيديتي اللي ما بين الحيطه والارضيه عندي. وبالتالي هيبقى عندك فيرتيكال ستير اب 1 وفيرتيكال ستير اب 2، وكمان الهوريزونتال ستير اب اللي هي بتبقى في الاتجاه الافقي. هنا بدا يعمل لك ايه؟ هنا لما وزع قول واحد، وقلنا ان هي مثلا قول واحد دي كانت واخده الفا في جاما ووتر في اتش، وكمان هتاخد جزء من بتاع الافق، المفروض الافق ياخد بيتا في جاما ووتر في اتش. لا هي مش هياخد بيتا في جاما ووتر في اتش، هاخد بوينت 7 5 في بيتا في جاما ووتر في اتش، و بقيه اللود ده هيروح في الاتجاه الفيرتيكال. ده بالنسبه لقول واحد. لما امسك قول اثنين، طب قول اثنين على التوزيع اللي موزعها، يعني جبت الابعاد ولما حللت وجبت ار لقيت ان 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 ال 2 اكبر من اتش، تمام؟ فبالتالي الول 2 معلش ال 2 اصغر من اتش، فبالتالي اللود في ول 2 الاتجاه القصير الفا هو يبقى ال 2، والاتجاه الكبير اللي هو اتش هيبقى بيتا، تمام؟ لما اجي اجيب اللود اللي على ول 2 هيبقى عباره عن بيتا في جاما ووتر في اتش، وكمان عشان في ريجيديتي هياخد جزء من المثلث اللي وجعدته من تحت الفا في جاما ووتر في اتش، وينتهي عند اتش على 4، وتلات ارباع اللود اللي هو بين 7 5 الفا في جاما ووتر في اتش هو ده اللي هيروح في الاتجاه الافقي. وابدا اوزع احط اللود الفيرتيكال ستير اب 1 والفيرتيكال ستير اب 2. الفيرتيكال ستير اب 1 اللي كان واخد على اول واحد كانت واخده الفا في جاما ووتر في اتش وفي مثلث الصغير، وكان الاتجاه القصير عندي لان ستريب 1 واخده اتش ارتفاع الخزان اللي هو بقول واحد، وبياخد الاثنين في الارضيه والحيطه اللي قصادها اقول واحد اللي هو اتش معايا. فبالتالي الارضيه واخده ايه؟ واخده الفا، ال 2 دي واخده الفا، يبقى بالتالي فيرتيكال ستراب 1 تاخد في الارضيه الفا في دبليو 2، وفي الحيطه تاخد الفا في دبليو 1 اللي هي جاما ووتر في اتش، وعشان في ريجيديتي تاخد المثلث اللي هو من الافق اللي عندي. وابدا بقى اصمم الفيرتيكال ستراب دي، واجيب المومنت واجيب النوم فورس واشتغل ديزاين سكاشن عادي، مفيش مشكله. هي كل القضيه ان انا ازاي وزعت اللود في ريكتانجولار تانك، وان لازم يبقى عندي الفا وبيتا واحسبهم ووزع اللود في جزء منه يروح في الاتجاه الراسي وجزء منه يروح في الاتجاه الافقي، لان البلاطه مش وان واي، هي البلاطه تو واي، فبتوزع اللود بنسبه الفا وبيتا. كمان الفيرتيكال ستير اب 2 اللي هجيب منها التسليح الراسي للول 2 وول 2 اللي قصادها والارضيه في الاتجاه الطويل اللي هو بيتا، تمام؟ هيبقى ايه؟ وول 2 واخده ايه؟ وول 2 واخده الفا بيتا في جاما ووتر في اتش، تمام؟ عشان هو الاتجاه الراسي واخد بيتا. ده طبقا ده مش شرط، يعني مش كل الخزان هيمشي كده، لا حسب الابعاد. انا مدياك دايمنشن على الوضع اللي انا حاطاه ده، ان ال 1 اكبر من اتش وال 2 اكبر اقل من اتش، عشان كده اتوزعت بالتوزيعه دي. فبالتالي وال 2 واخده بيتا في جاما ووتر واتش، خلاص متفقين عليها، وكمان هتاخد جزء من اللود اللي في اتجاه الافقي. المثلث ده هيبقى قعدته من تحت الفا في جاما ووتر باتش، وينتهي عند اتش على 4. اجي بقى للارضيه، الارضيه في الاستريب 2 واخده اللود اللي في اتجاه بيتا الارضيه، يبقى بيتا في دبليو 2 برضو كده. خلاص جبت اللود اللي على فيرتيكال ستراب 2، ابدا اعمل لها ديزاين واجيب المومنت واجيب النورمال فورس وابدا اصمم السكشن. وكل ده هناخده بالتفصيل لما ناخد اكزامبل المره الجايه بعد ما نشرح الكراك كنترول، ونشوف نعمل ديزاين للسكشن ازاي. نيجي بقى ايه، انا خدت فيرتيكال ستراب 1 وفيرتيكال ستراب 2،
دي كده اللي سلحت منها الحديد الراسي للحيطه والارضيه في الاتجاه القصير والتحتيه الراسي في الاثنين والارضيه في الاتجاه الثاني. عاوزه ايه بقى؟ الهوريزونتال ستيرب. الهوريزونتال ستيرب اللي الستريب كام؟ ستريب 3 اللي هي هتعمل ايه بقى؟ دي عباره عن هوريزونتال، حتى بقول هي عباره عن شريحه افقيه في حواط الخزان عشان منها اجيب حديد التسليح اللي في الاتجاه الثاني للحواط. الحواط خلاص جبت الحديد الراسي من الفيرتيكال ستريب. الحديد الافقي بقى هيجي منين؟ هيجي من ستريب 3 اللي هي بتاخد 3 ارباع اللود بس عشان الريجيديتي خد الجزء اللي عنده للحيطه، والثلاث ارباع اللود هو اللي بيروح في الاتجاه الافقي. عندك مصمم ده عشان اطلع الاريا فوستيل واطلع الحديد اللي هيروح في الاتجاه الافقي لحواط الخزان. طيب لو انا عندي ستريب معينه وطلعت اللود اللي عليها وكان تو واي وبديت اجيب زي السكشن اللي عندك اللي هي اكزامبل 3 ده، طب هعمل له ايه؟ لو هو طلعت اللود وطلع بالمنظر ده هعمل ايه؟ هحل بالمومنت ديستريبيوشن، لان طبعا في هوريزونتال بيم من فوق وفي اللود بالمنظر ده، وهيفرق ايه؟ طبعا هجيب الديستريبيوشن فاكتور، خلاص مفيش مشكله. الديستريبيوشن فاكتور البي اي عباره عن 0.7 عشان هو فيكسد هنج، اي على اتش، الاي على 4 يعني، على سمشن الكي اللي هو 0.75 اي على 4 بي اي، زائد البي سي اللي هو بوينت نص اي على 5، وقلنا النص عشان في سيمتريه، فطلع الديستريبيوشن فاكتور البي اي 0.65. يبقى اكيد الديستريبيوشن فاكتور البي سي من غير ما احسبها حتى هتبقى كمالتي الواحد اللي هي 0.35، لان سمشن الديستريبيوشن فاكتور للجوينت بيساوي 1. فكده البي اي طلع 0.65 والبي سي 0.35، يبقى كده جبت الديستريبيوشن فاكتور. قلنا بعد كده بنجيب الفيكسد اند مومنت للبي اي والفيكسد اند مومنت للبي سي. فيكسد اند مومنت البي اي اختلف ليه؟ لان بيجي فيه مثلث بطول بارتفاع الخزان ومثلث بارتفاع اتش على 4. كنا بنقول لك لما يكون مثلث بارتفاع الخزان وهو فيكسد هنج، فبنقول الفيكسد اند مومنت بيساوي دبليو في اتش تربيع على 15، يبقى بالتالي دبليو 14.72 في اتش كليه 4 تربيع على 15، يبقى جبت الفيكسد اند مومنت المثلث الكبير. كمان ده فيه مثلث صغير، ومثلث صغير كنت بقول لك في المحاضره اللي عدى لما يكون فيكسد هنج والمثلث بارتفاع اتش على 4، فقيمه الفيكسد اند مومنت بيساوي دبليو في اتش تربيع على 117. فبالتالي الفيكسد اند مومنت للجزء المثلث الصغير بيساوي 25.28 في اتش، مش اتش ارتفاع الاتش المثلث الصغير، لا اتش ارتفاع المثلث الكبير اللي هو ارتفاع الاتش كلها، يبقى دبليو في اتش تربيع 4 تربيع على 117. فطلعت الفيكسد اند مومنت للبي اي 19.16، وطبعا بوزيتيف لان اللود جوه الخزان، فالمومنت كده بيلف مع عقارب الساعه، فالفيكسد اند مومنت هيبقى بوزيتيف. الفيكسد اند مومنت للبي سي طبعا هيبقى نيجاتيف لان السهم كده بيلف عكس عقارب الساعه، وقيمه الفيكسد اند مومنت للارضيه لانها فيكسد فبتبقى دبليو ال تربيع على 12، فدبليو اللي هو سالب 13.8 معلش 13.8 في ال اللي هي على الارضيه 5 تربيع على 12، فطلع الفيكسد اند مومنت 28.75، ويبقى سالب عشان هو عكس عقارب الساعه. بعد كده بعمل ايه؟ بعمل ديستريبيوشن مومنت ديستريبيوشن. انا ما عنديش غير جوينت بي لان سي لان الخزان ده سيمتريكال، فخلاص انا خدت جوينت بي وسي زيها، وعشان كده لما ضربت في الديستريبيوشن فاكتور في الكي قلت نص اي على 5 عشان انا واخده نص الخزان بس واشتغل عليه ومفيش كار اوفر بقى. يبقى عندك الجوينت بي فيها تو ممبر بي اي وبي سي. الفيكسد اند مومنت للبي اي 19.16، فيكسد اند مومنت للبي سي 28.75. اعمل ايه؟ اجمع الاثنين مع بعض فيطلع الفرق ما بينهم، هيطلع حوالي 9 وكسر. ال 9 وكسر دول بالسالب، اروح انا عامله بالانسد مومنت. ايه البالانسد مومنت؟ اجيب مومنت معاكس ليه، يعني هو طالع بالسالب يبقى انا اجيب المومنت المعاكس يبقى بالبوزيتيف. اضربه بقى في الديستريبيوشن فاكتور اللي هي 0.65 يديك قيمه البالانسد مومنت على البي اي، واضربه في 0.35 يديني البالانسد مومنت على البي سي. بعد كده خلاص دي جوينت واحده، دي اسهل انواع المومنت ديستريبيوشن. اجيب الام فاينل
فالام فاينال على البي اي طلع 25.39%، وطبعا على البي سي لازم يكون زيها بس معاكس فيه في اتجاه، وده وظيفه المومنت ديستريبيوشن ان نعمل بري ديستريبيوشن. في الاول فيكسد اند مومنت معنى كده الارض الحيطه كانت 19 و16 والارضيه 28 75، فجنت كده مش متزنه، طبعا لازم تتزن. فبالتالي انا بعمل ايه؟ عملت ري ديستريبيوشن، خدت من الكبير اديته الصغير، ففي الاخر بيجي المومنت الفيكس الفاينل مومنت على البي اي هو نفسه على البي سي بس معاكس في الاتجاه، قيمه كل منهم 25.39%. بعد كده بعمل ايه؟ طبعا كنت بقول لك بعد ما نجيب المومنت ديستريبيوشن ونجيب الام فاينل، خلاص طبق معادلات الاتزان على الحيطه وطبق معادلات الاتزان على الارضيه عشان عايزه اجيب نورمال فورس وبندنج مومنت. فطبعا بالنسبه للحيطه خلاص انا جبت الام فاينل طلع 25.39%، اخد سمشن مومنت حوالين نقطه ايه اقدر اجيب الار بي، فطلعت الار بي 37.56%. جت منين؟ طبعا عندك المومنت اللي هو طالع اللي هو 25.39 بيلف، لو خدنا الاتجاه بتاع المومنت هو ده البوزيتيف بيلف مع قارب الساعه والبوزيتيف، ناقص الار بي في مسافتها 4 ناقص زائد المثلث الكبير محصلة الكونسنتريتد بتاعته 29.44% في 8 على 3 لما اجيبه عند مومنت نقطة ايه؟ عند نقطة ايه؟ المثلث الصغير 12.64% في هو المثلث الصغير ارتفاع واحد من تحت وتلته يبقى تلت الواحد ويبدا يظهر الكونسنتريتد لود عندي، يبقى بالتالي لما اخد المومنت حوالين نقطة ايه؟ يبقى الكونسنتريتد 12.64% بيبعد مسافة 3.67% عن نقطة ايه؟ اللي هو تلتين الواحد زائد الثلاثة متر اللي في جيبه. فقدر يطلع الار بي 37.56% كومبريشن. وخلي بالك احنا قلنا الشير اللي على الحيطة ده هو اللي هيجلب نورمال على الارضية، فلما تيجي نجيب النورمال فرصة جرام هنلاقي 37.56% نورمال على الارضية عندي. وكمان جبت الار اي من سمشن القوة في جي اكس، فجبت الار اي 54%. وقلنا في المحاضره اللي عدت ان الار اي دي مهمه لان بجيب منها كده انا عرفت الديستريبيوتد لود اللي هيبقى على الهوريزونتال بيم، لان انا لازم اصمم الهوريزونتال بيم، فالهوريزونتال بيم لما اصممها على لود اللود ده هو الديستريبيوتد، قيمه الديستريبيوتد ده 54% اللي جبته من الشريحه اللي واخداها 1 متر. كمان بعوزه عشان حاجه تانية عشان اجيب الزيرو شير، انا كنت بقول لك الهوريزونتال بيم وجودها فبياخد سحب جزء من المومنت من جوه يخليه من بره، فقيمه المومنت ده اللي هو الماكسيمم بوست بيندنج مومنت قيمته كام وعلى مسافه كام، فبجيبه من عن طريق اجيب الزيرو شير. وعشان اجيب الزيرو شير ده لازم اكون جايب الار اي واخد مسافه اقول ان الزيرو شير ده على مسافه على ارتفاع اكس من ايه عندي، وببدا اجيب قيمه الاكس دي ان انا عندي على ارتفاع اكس وعندي الار اي واقول سمشن القوه في جي اكس بتساوي زيرو، يبقى الار اي ناقص ناقص المثلث نص اكس في اللي هو الارتفاع في العرض ده اللي هجيبه بالنسبه للتناسب اللي بيساوي اكس على 4 في 14.72%، اقدر اجيب قيمه الاكس. طلعت الاكس 1.57%. بعد كده اقدر اخد المومنت عند نهايه الاكس اللي عندي، فاقدر اطلع البوزيتيف بيندنج مومنت اللي طلع 4.72%. كمان بجيب مين؟ بجيب الشيره الارضيه، لان الشيره الارضيه ده هيجلب نورمال على الحيطه. قيمه الشيره الارضيه اجيبه ازاي؟ انا عندي اللود 13.8 في 5 على 2 يديني قيمه الشير اللي هو طلع 34.5. 34.5 دي 34.5 دي اللي هي الشير هيجلب نورمال على الحيطه، تمام نورمال بوزيتيف. وكل ده هناخد مثال بالتفصيل وهنشرحه بعد ما ناخد ازاي نتعمل ديزاين للسكاشن بتاع الخزان، تمام. طيب وده فيرتيكال استيره بواحده، ممكن برضو اجيب اللود على الفيرتيكال استيره باثنين وعلى الهوريزونتال استيره عندي واصممها. بعد كده هناخد ديزاين اوف كراك كنترول. ايه ديزاين اوف كراك كنترول؟ ازاي انا اصمم الخزان؟ تصميم الخزان زي تصميم اي سكاشن على ام وان، بس كل الموضوع ان السكاشن دي في سكاشن بتبقى ووتر سيكشن، فالووتر سيكشن ده لا بيبقى ليه ديزاين معين لان في ميه جوه الخزان، فطالما في ميه جوه الخزان فانا كمان اخاف اكتر ان يحصل كراك في الخزان عندي فيسبب صدى لحديد التسليح. وعشان كده لما اجي اصمم سيكشن ووتر سيكشن ده لازم اكون حريصه جدا، وهنشوف هنصممه ازاي بعد ما نعرف الكراك كنترول بتاعي.
لذلك المنشآت الخرسانية بتتعرض لعوامل ضارة للرطوبة والأملاح. وطبقا لوجود العوامل دي أنا ممكن أقسم المنشآت الخرسانية لأربع كاتيجوري، لأربع تصنيفات. أول تصنيف كاتيجوري 1 قال لك المنشآت المحمية، يعني إيه؟ لو منشأ عادي عندك مبنى سكني محاوط بحيطان من كل جنب ما فيهوش مشكلة، فده يبقى ما تبقاش خايفة من تصميم السكاشن بتاعته، ولا في مشكلة في أي حاجة، ولا في أملاح ولا في رطوبة ولا في حاجة، أو الرطوبة البسيطة يعني، فبصممه طبقا لكأنه كاتيجوري 1، وده بيبقى ليه نوع معين هنشوفه ازاي بنصمم. في كمان بقى منشآت، المنشآت دي مثلا زي الكباري والجراشات بتبقى اوبن، بتبقى مفتوحه، فبتبقى معرضه للرطوبه اكتر، فدي بنصنفها طبقا للكاتيجوري 2، يعني يعتبر التصنيف الثاني في مدى تعرض المنشآت لعوامل ضاره. في بقى منشآت تتصنف طبقا لكاتيجوري 3، جالك خزانات الميه اللي هي بتاعتنا دي واللي بتكون معرضه لرطوبه وميه جواها، والكباري كمان الاعلى المجاري المائيه، فبنصممها طبقا انها كاتيجوري 3 لانها بتتعرض للرطوبه اكتر. تمام. في بقى كاتيجوري 4 لما تكون بقى مصانع كيماويه وخزانات صرف صحي وحاجات دي، فتبقى كمان مش معرضه للرطوبه وصدى حديد اسلاح، لا دي معرضه املاح، فالاملاح دي بتبقى اكثر ضرر بقى ومعرضه لعوامل كيميائيه، فبالتالي بنصنفها لان هي كاتيجوري 4. بالنسبه لنا احنا الخزانات دي هيبقى في جزء منها كاتيجوري 2 وفي جزء منها كاتيجوري 3. لو الخزان ده او السكشن اللي هصممه ووتر سكشن فبقول ان هو كاتيجوري 3، لو هو اير سكشن هيبقى كاتيجوري 2. فقالك وانت بتصمم اي منشا خرساني بتحاول تخلي عرض الشرخ اقل ما يمكن، فكل ما قل عرض الشرخ كل ما كنت انت ما فيش سماحيه لصدى الحديد، وده طبعا لو ما حصلش كراك ده افضل طبعا. فقال لك الكراك ويكس ده لو هو كاتيجوري 1 ما يزيدش عن 3.1 مللي، لو كاتيجوري 2 ما يزيدش عن 2.1 مللي، لو كاتيجوري 3 ما يزيدش عن 15% مللي، ولو كاتيجوري 4 ما يزيدش عن يعني 1.1 مللي. طيب انا يهمني في الخزان بقى ان انا التصنيفات اللي انا قلتها دي عشان في الاخر ارسل انا ان الخزان وانا بصممه هبقى مراعيه هو في كاتيجوري ايه، وان الخزانات عندي ان هي ممكن تبقى كاتيجوري 3 او كاتيجوري 2. كاتيجوري 3 لو هو ووتر سيكشن، كاتيجوري 2 لو هو اير سيكشن. طب ايه هو الووتر سيكشن او الاير سيكشن؟ لو بصيت في السلايد اللي عندك دي وعندك الخزان مثلا، وجبنا بعد ما جبنا البندنج مومنت والنورمال فورس وعايز اصمم، فهتلاقي سيكشن 2 وسيكشن 3 دول بنسميهم ووتر سيكشن تبع كاتيجوري 3. ليه؟ لانهم جوه الخزان، وجوه الخزان يعني المومنت من جوه، يعني معرض للرطوبه اكتر، فده بسميه كاتيجوري 2 كاتيجوري 3 سوري، وده بيكون في تصنيفه لما اجي اصممه بيبقى ليه وضعه معين وانا بصممه. سيكشن 1 وسيكشن 4 دول بقول عليهم اير سيكشن. اير سيكشن ليه؟ لان المومنت خارج الخزان، يعني مش معرض لميه، فالاير سيكشن ده احنا قلنا لو هو اير سيكشن فيبقى كاتيجوري 2، وهنعرف نستخدم كاتيجوري 3 وكاتيجوري 2 في ايه واحنا بنشتغل ونصمم الخزانات. يبقى احنا كده خلاص انا عرفت تصنيفات عشان اعرف ان انا عشان وانا بصمم الخزان، وقلنا الخزان بالنسبه لي يا اما كاتيجوري 2 يا اما كاتيجوري 3. لو هو ووتر سيكشن زي سيكشن 2 وسيكشن 3 اللي باينين عندك في السلايد هيبقى كاتيجوري 3، لو سيكشن 1 او سيكشن 4 يبقى كاتيجوري 2 عشان هم اير سيكشن. طيب ايه بقى الفاكتور اللي بتاثر في الكراك ويدز؟ كل طبعا ما قال لنا الكراك ويدز كل ما كان احسن، ولو ما فيش كراك ده افضل طبعا، وكل حاجه مسموح بيها في الكود. لو انت كاتيجوري 3 المفروض ان الكراك ويدز ما يزيدش عن 15% بتاع كاتيجوري 3 وهكذا، فلازم ان في الاخر الكراك ويدز ده ما يزيدش، لان لو عدى الالاوبل ده يبقى معناه في صدى وفي شروخ كتيره، وهيحصل طبعا مشاكل في العنصر اللي انا مصممه ومنفذاه. ايه الفاكتورز اللي بتاثر في الكراك ويدز؟ قال لك الفاكتورز اللي بتاثر اول حاجه عرض عرض
الكونكريت جفر. عرض الشرخ كل ما زاد الكونكريت جفر كل ما زاد عندك الكونكريت جفر كل ما جال عرض الشرخ. يعني كل ما زودت السمك القطاع الخرساني كل ما جال عرض الشرخ. كل ما كان نوع تايب اوف ستيل يعني جريد اكبر كل ما كان عرض الشرخ اجل. كمان قال لك انك انت لما يكون عندك مساحه معينه لو قللت القطر وزودت المساحه السطحيه ده افضل. يعني كل ما زاد القطر بقى كل ما زاد عرض الشرخ. يعني معنى ان القطر بيتناسب عكس مع عرض الشرخ. لكن سمك الكونكريت ونوع الستيل والجريد بتاع الستيل ده بيتناسب طرديا مع عرض الشرخ العادي. فبالتالي واحنا بنشتغل ونصمم هناخد فاكتور اوف سيفتي في اثناء التصميم بتاع الخزانات عشان اراعي ان الكراك ويدز ما يزيدش او ما يكونش فيه كراك ويدز لو هو ووتر سيكشن ما يحصلش كراك اصلا. تمام. فاول حاجه بالنسبه للكونكريت جفر كان المفروض انك انت في جدول. انا مش هديك الجدول ده خلاص. هو الجدول بيقول لك ان انت لما تكون في كاتيجوري 3 وعندك حوائط خرسانيه او سوليد سلاب وكانت الاف سي يو اللي هي عندك في حدود 25 ميجا باسكال فانت الكونكريت كفر ده ما يجيلش عن 30 ملي يعني 3 سنتي. لو هو اكبر الكونكريت الاف سي يو اكبر من 25 احنا دايما حتى هنستخدم في الحديد في الخزانات ستيل 360 على 520 وهنستخدم في الخرسانه اف سي يو 250 اللي هي 25 لما هنتعامل بالبيجا باسكال للمتر لكل ملي متر مربع. لو هي كاتيجوري 3 كاتيجوري 4 فالاف سي يو لو اقل من 25 المفروض ما يجيلش عن 40 ملي ولو هي اكبر من 25 ما يجيلش عن 35 ملي للرفوسد كونكريت والستورد سلاب. احنا عامه في الخزانات دايما لما تيجي تجيب الكونكريت كفر هنفرض له 40 ملي يعني 4 سنتي. يعني الكونكريت كفر لما مثلا لو جبت الدبس سيكنس وعاوز تجيب الدبس يبقى الدبس بيساوي السيكنس ناقص 40 ملي اللي هي 4 سنتي عشان تبقى مور سيف وانت بتجيب. يبقى بالتالي في الكونكريت كفر انا مش هديك جدول تطلع منه الكونكريت كفر خلاص انت اسيوم ان الكونكريت كفر 40 ملي في الخزانات واحنا بنصممها. طيب تيجي بقى الالاو الاستريس الستيل. ايه الالاو الاستريس الستيل؟ قال لك وانت بتجيب الاريا في ستيل لو بتجيب حاجه اسمها البي سي ار. ايه هي البي سي ار؟ دايما لو انت بتصمم كاميرا كنت بقول لك هات الاريا في ستيل كنت بتقول الاريا في ستيل بيساوي ايه؟ اما التيميت على الاف ييلد في الجي في الدبس. لا المره دي بقى وانت بتصمم في خزان في الخزانات وبتصمم اي سيكشن فمش هبقى لو بتصمم سيكشن عن ام بس فبتقول ام الت وكان ام التيميت على الاف ييلد في الجي في الدبس. لا هتقسم على حاجه ثاني اسمها بي سي ار. هتلاقي البي سي ار دي في كل الحالات اقل من واحد. طالما قسمت على حاجه اقل من واحد يبقى بالتالي هتطلع اريا اوف ستيل ازيد وده المور سيفتي. يعني انت بتقسم على بي سي ار دي عشان تطلع اريا اوف ستيل اكبر من الاريا اوف ستيل متعودين عليها عشان انت بتصمم خزانات يبقى ده البي سي ار. فده استعمال الجدول هيكون ازاي؟ وده الجدول ده هدولك في الامتحان وانت بتجيب الاريا اوف ستيل هتقسم على بي سي ار طبقا لنوع الفايل اللي انت هتستخدمه لمحاديد التسليح. بمعنى ايه؟ هو مديك هنا اول عمود الاف اس. احنا دايما لما بنجيب اريا في ستيل مش هنستخدم الوركينج ستيش هنستخدم الالتيميت ستيش فبتستخدم مش الاف اس هنستخدم بقى حكايه الريدكشن فاكتور اللي هو البي سي ار. بمعنى ايه؟ في عندك ستيل 360 على 520 و 400 على 600. لا احنا هناخد ستيل 360 على 520 معظمنا كده. لو قلت لك 400 على 600 خلاص هترجع 400 على 600 يبقى انت هتاخد اول عمود اللي هو ستيل 360 على 520. تيجي بقى تبص السكشن اللي انت هتصممه السكشن ده ووتر سكشن ولا اير سكشن. لو هو ووتر سكشن يبقى هتاخد اخر عمود اللي هو كاتيجوري 3 او 4. لو هو اير سكشن يبقى هتاخد كاتيجوري 2 اللي هو ثاني عمود من 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 الاخر. انت بقى وانت بتجيب الاريا في ستيل مثلا بتطلع 10 سم مربع 12 سم مربع فبتقول ايه؟ فانت اللي اسيوم الفاي اسيوم مثلا هتاخد فاي 12 فاي 16 هنا برده نفس الكلام اسيوم انت خدت فاي 16 طيب ولا فاي 12 والسكشن اللي انت بتصممه ده كاتيجوري 3 يعني ووتر سكشن. تيجي عند فاي 12 اللي هو كاتيجوري 3 العمود الاخير وتيجي عند ال 12 وتمشي افقي لحد ما تجاب الستيل 360 على 25 وتجيب البي سي ار. البي سي ار ده بتاعك كام؟ هتلاقيها بوينت 8.5. يبقى لما تيجي تجيب الاريا في ستيل تقسم على البي سي ار دي اللي هي بوينت 8.5. تمام. لو انت عندك سيكشن اير سيكشن وطلعت الاريا في ستيل وعاوز اللي هي وعاوز تجيب الاريا في ستيل وهتستخدم فاي وليكن فاي 16
يبقى تيجي عند فئة 16 عند كاتيجوري 2 العمود اللي فيه كاتيجوري 2 وتيجي عند 16 وتمشي افقي مع ستيل 360 على 520 هتجي القيمه دي ببوينت 93. يبقى بالتالي لما تجيب الاريا في ستيل هتقسم على البي سي ار اللي هي بوينت 93 تمام. طب افرض كنت عايز قطر مش موجود عندك، يعني مثلا انت في كاتيجوري 3 يعني ووتر سيكشن وخدت فاي 16، تبص في كاتيجوري 3 عند اخر عمود مفيش فاي 16، يبقى ساعتها هتاخد ايه؟ هتاخد القطر اللي بعديه، لان القطر اللي بعديه انت كل ما زدت القطر كل ما طلع البي سي ار اقل، وطول ما البي سي ار اقل يعني في المينيم في المقام اقل طلعت لك اريا في ستيل اكبر وتبقى انت في السيف. يبقى بالتالي لو انت عندك قطر مش موجود خد القطر اللي بعديه، اللي هو لو انت مثلا لو عاوز فاي 16 في كاتيجوري 3 مش موجود يبقى خد فاي 18، هتنزل عند فاي 18 18 في الكاتيجوري 3 وامشي افقي هتلاقي القيمه دي بوينت 75 اللي هو ستيل 360 على 520 وتحطها وانت بتجيب الاريا في ستيل. عشان نفهم ده اكتر عندنا اكزامبل، الاكزامبل ده بيقول ايه؟ عندك الام التيميت 200 والبي 300 والدبس 700 والاف سي يو 25 نيوتن كل ملي متر مربع، يعني مستخدمه خرسانه 250 كيلو جرام سنتيمتر مربع لما تحولها بالنيوتن والملي متر فتبقى 25 نيوتن لكل ملي متر مربع، والستيل اللي هو 360 على 520 والسكشن بتاع ده كان اير سكشن في كاتيجوري 2 وعايز اجيب الاريا في ستيل، فانت عندك طبعا مديك الدبس، الدبس ده 700 يبقى 700 بيساوي سي 1 جزء السكشن على الام، يبقى سي 1 جزء الام التيميت على الاف سي التيميت في البي، هتطبق الام من 200 تضرب 10 اس 6 عشان تحوله من كيلو نيوتن ومتر لنيوتن وملي متر على البي 300 ملي متر والاف سي يو 25، يبقى لازم تضرب الام ب 10 اس 6 عشان انت يكون كل البسط والمقام وحدات واحده، فمن هنا هتطلع سي 1 ومن سي 1 هتطلع الجي، الجي طلعت بوينت 81. لما تجيب الاريا في السير على سكشن على ام كنت بتقول ايه؟ عباره عن ام التيميت على اف يلد في الجي في الدبس، شوف المره دي عملنا ايه؟ ام التيميت على اف يلد في الجي في الدبس على بي سي ار من تحت، ايه البي سي ار ده؟ فاكتور اوف سيفتي عشان انا بصمم خزانات، طالما بصمم خزانات فبقسم على فاكتور اوف سيفتي عشان ابقى مور سيف في تصميم الخزان، طب البي سي ار اسيوم بقى انا هاخد اسيوم دي بتاعتك انت، لما كنت بتصمم بلاطات او اي حاجه مش انت كنت بتقول اسيوم الفاي استخدم فاي 10 فاي 12 فاي وكذا، هنا نفس الكلام اسيوم فاي 18، لما تيجي للجدول اللي تحت اللي ايدك الشمال وتجيب المعلومات اللي هو مديها لك، اولا هو مديك ستيل 360 على 520 وبيتعامل بالالتيميت، يبقى هتاخد البي سي ار وعند العمود بتاع الستيل 360 على 520، طيب هو بيقول لك كاتيجوري 2، كاتيجوري 2 يعني معناها العمود اللي هو الجبل الاخير من 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 من, من على ايدك اليمين، طيب اجي عند فاي 18 مش هلاقي 18 تمام؟ هلاقي 20 اللي بعديها، اجي عند ال 20 كده وامشي افقي لحد ما جابر العمود اللي فيه ستيل 360 على 520 واخد الفاكتور، هاجي الفاكتور ده بوينت 85. يبقى الاريا في ستيل بيساوي 200 في 10 اس 6 على بوينت 81 في 700 360 ده عادي، بس قسمت على بوينت 85 عشان مور سيفتي عشان ابقى اكتر في الاريا في ستيل، فطلع لك الاريا في ستيل 1149. شوف الفايت 18 كام اللي هو 2.8 بالعشره غالبا اللي هو 280 مللي، اقسم عليها اطلع كام سيخ يطلعوا 5 فاي 18 عندك في القطاع اللي موجود تمام. يبقى ده اول حاجه نتعلمها، ان انا لما اجي اصمم اي سكاشن في خزانات اشوف انا كاتيجوري او كاتيجوري ايه واستخدم وانا بجيب الاريا في ستيل على حاجه اسمها اقسم على بي سي ار اجيبها من الجدول، والجدول ده انا هبقى مديهولك في الامتحان تمام. حاجه ثانيه، ايه هي الحاجه الثانيه؟ ان انت بقى كمان في الاول تنسال ستريس ان كونكريت، يعني بمعنى ايه؟ انا بقول لك الخزان لما يكون ووتر فيه ووتر سيكشن اخاف من السيكشن ده ان يحصل له اي كراك، لان في ميه كمان من جوه فتعرض لرطوبه وميه يعني يبقى في سطح تسليح، فيهمني في السيكشن الووتر سيكشن ما يبقاش فيه شروخ خالص، ما يحصلش اي شرخ، ما فيش اي شرخ. طب عشان يحصل ده المفروض ان ايه؟ ما يحصلش شرخ الخرسانه، هو مين اللي بيشرخ؟ شرخ الخرسانه. فبالتالي انت عارف وتشخرخ الخرسانه هتشرخ امتى؟ لما تعرض لتنشن تمام، واللي هو المومنت اللي من جوه تمام. طيب انا بقى عشان ما اخليش الخرسانه تشرخ خالص يبقى انا بعمل ايه؟ لا ده انا بقى لازم اجيب الستريس اللي معرض ليه الخزان
وقارنه بحاجه اسمها الالاوب الاستريس. ايه الالاوب الاستريس؟ انا عارف ان الخرسانه بتشيل في الكومبريشن كويس قوي، لكن في التنشن ما بتشيلش، يمكن عش الخرسانه في الكومبريشن بتشيل في في التنشن. ايه كنت بتاخدها؟ 0.6 جذر الاف سي ار اللي هي الاف سي تي الالاوب الاستريس الخرسانه. ده اللي هو الالاوب. المفروض ان الخرسانه بتاعتي اللي معرضه لاجهادات نورمال ومومنت لما احسب الاجهادات اللي موجوده في الخزان ما تعديش الالاوب ده. لا ده كمان قال لك ايه، مش كمان مش هتاخد ال 0.6 جذر اف سي التيميت دي، ده انا هقسمها كمان على فاكتور اوف سيفتي عشان امور سيف. يعني مثلا لو خرسانه في الظروف العاديه بتشيل في التنشن 10 مثلا او 5 نيوتن لكل مليمتر مربع، لا انا مش هقول 5، ده انا هقسمها على حاجه اكبر عشان اقول تجي. يعني هي في الظروف العاديه بتشيل 5، انا هقول تشيل 3 عشان ابقى امور سيف. فبقسم بقى، فبدل ما هي بتشيل في التنشن بوينت اللي هي في السي تي ار 0.6 على جذر اف سي التيميت، لا ده انا هقول 0.6 على جذر في اس اف سي التيميت على ايتا. مين هي ايتا؟ معامل تخفيض للخرسانه في التنشن. طب معامل تخفيض في الخرسانه في التنشن هتلاقيه اكبر من 1، ايتا دي في كل المقاييس اكبر من 1. شفت في الحديد كان بي سي ار اقل من 1 عشان انا كنت عاوز اريا في السي اكبر، فبكسب على ريدكشن اقل. طيب لكن هنا بقى في الخرسانه هي بتشيل في التنشن 5، لا انا اقول بتشيل باقل عشان برضه ابقى مور سيفتي عشان ما احصلش كراك عندي. تمام. طيب ايتا دي عشان اجيبها اجيبها ازاي؟ قال لك ايتا عشان تجيبها في جدول بتجيب منه التي في ومن التي في تجيب ايتا. عشان تجيب التي في عباره عن ايه؟ قال لك التي في بيساوي التي اللي السيجنس بتاع الخرسانه في 1 على زائد الاف سي تي ان على الاف سي ام. الاف سي تي ان اللي هو النورمال ستريس بتاع اللي هو ايه؟ النورمال ستريس دي او الاسترس الناتج من النورمال فورس اللي هو ان على اريا. الاسترس لما يكون سيكشن عليه نورمال فورس فالاسترس بتاعه ان على ايه؟ لما يكون في سيكشن عليه ام فالاسترس بتاعه ام في على اي. خلاص اللي هي ام على ذات. يبقى اجيب الاف سي ان على الاف سي تي ام واجيب واطلع التي في من التي في دي ادخل اجيب ايتا. هتلاقي اقل قيمه الايتا بواحد. فقال لك لو التي في دي اقل من 100 خد ايتا بواحد. لو ايه لو ايه لو التي في ما بين 100 و200 يبقى تاخد ايتا بواحد 3/10. لو ما بين 400 و200 هتاخد 1.6. اكبر من 600 هتاخدها 1.7. انت ممكن ما تستخدمش الجداول دي، انت هتلاقي الايتا عندك يا 1.6 يا 1.7. يعني معنى ايه؟ انك انت لو السكشن، انا كنت بقول لك ان في السكنس في الحواط والارضيات ما يجلش عن 250 مللي 25 سنتي، فبالتالي حكايه ال 1.3 و1.3 دول مستبعدين. فتلاقي عندك الايتا 1.6 او 1.7. لو السكنس تي في ما بين 400 و200 هتاخد 1.6. لو ما اكبر 400 هتاخد 1.7. فانت حتى لو خدت ايتا ب 1.7 هتبقى مور سيف، مور سيف وانت بتجيب الاف اس تي ار. فبالتالي لو اتزنقت في السكاشن في التصميم فهحطها 1.6 1.7 مش مشكله، لو حسب التي اللي انت جايبه. خلاص المهم ان انا احسب الاف سي تي ار اللي هي اف الاف سي تي اللي هي بيساوي اف سي تي ار على الايتا اللي هو 0.6 زائد الاف سي ار بتاع الايتا. اطلع الالاوب الاسترس المسموح بيه في الخرسانه، وبعد كده اجيب الاسترس الفعلي الخزان ده عليه نورمال فورس وعليه بيندنج مومنت. اجيب الاسترس اللي هتشيل نورمال فورس واجيب الاسترس البيندنج مومنت، اطلع الاسترس ده واقارنه بالالاوب. لو طلع الاسترس اللي في الخزان اقل من الالاوب يبقى كده تمام اكمل واجيب الاريا اوف ستيل. لو طلع الاسترس اللي في الخزان نتيجه البيندنج مومنت والنورمال فورس او السترنج اكشن اللي عليه طلع اكبر من الاف سي تي اللي انا جبتها اللي هي الالاوب الاسترس للخرسانه، يبقى بالتالي لا يبقى كده ان سيف. يبقى اعمل انكريز للدايمنشن عشان كل ما زودت الانكريز بتاع الدايمنشن كل ما حصلش كراك لحد ما اوصل للدبس بتاع الكونكريت اللي يخلي الخرسانه ما تشرخش نهائي لولا اكمل واجيب اريا اوف ستيل. وبالتالي كده جبنا تاني فاكتور. يبقى الفاكتور الاولاني ده كان خاص بالستيل اللي هو البي سي ار، الفاكتور الثاني خاص بالستريس بتاع الخرسانه الالاوبل، لا انا بقسمه على فاكتور اوف سيفتي اعلى كمان اللي هو 1.6 و1.7 عشان ابقى مور سيف ان الخرسانه بتشيل في التنشن حاجه معينه، لا انا اقول ان هي بتشيل اقل كمان عشان ابقى مور سيف عندي. يا اما يا شباب احنا بنصمم الخزان قلنا يا اما في ووتر سيكشن يا اما اير سيكشن. تتعودوا دايما السيكشن لو ووتر سيكشن اصممه على تو ستيجز، ستيج 1 وستيج 2. لو السيكشن ده اير سيكشن اصممه على ستيج 2 بس. طب ايه الفرق ما بين ستيج 1 وستيج 2؟ ستيج 1 ده بجيب منه السيكنس
ولما اجيب منه السيكنس كمان بتعامل معاه وركينج ستيج، يعني بجيب المومنت اللي عندي والنورمال فورس اللي على الخزان سواء ام او ان، لو عليه سكشن يبقى ام بس، بس المومنت ده الموجود اصلا بناء على السترنج اكشن. يعني صممت عملت الخزان وجبت السترنج اكشن وعملت مومنت ديستريبيوشن وطلع ام وان، هم دول اللي اشتغل عليهم، واجيب منه السيكنس من ستيج 1 تمام. ولو هو كده لازم نتشك على الاف تي، ما تكونش ما تحديش الاف سي تي قال لو سايب معايا، يبقى ابدا على ستيج 2 اللي اجيب منها الاريا في ستيل. يبقى ستيج 1 بجيب منها الكونكريت دايمنشن، وستيج 2 بجيب منها الاريا في ستيل. ستيج 2 دايما خلاص بتعامل التيميت، يبقى اجيب المومنت اللي عندي والنورمال فورس اللي عندي واضربه في 1.5 واحسب منه الاريا في ستيل. ليه؟ لان انا لما اجيب اريا في ستيل فالمفروض اضرب في 1.5 عشان اجيب اريا في ستيل اكتر، يبقى عشان كده في ستيج 2 بتبقى التيميت. ستيج 1 لا، ده انا بقارن بالالوبل بتاع الخرسانه، فلا فانا الوركينج افضل لي. الخرسانه بتشيل 10 هي 5 او 4 عشان البامر سيف، فدايما ستيج 1 وركينج ستيج، ستيج 2 التيميت ستيج. وانت عارف الفرق ما بين الوركينج والالتيميت، ان الالتيميت بضرب في 1.5، يبقى المومنت والنورمال فورس او المومنت بس او النورمال السترنج اكشن اللي جبته على العنصر اللي هصممه عندي زي ما هو وشغاله في ستيج 1. لو انا بقى ستيج 2 يبقى اضربه في 1.5 عشان اجيب الالتيميت عندي. دايما لو انا عندي ووتر سيكشن هشتغل ستيج 1 وستيج 2 عشان اجيب السيكنس اللي خلى الخرسانه ما تشرخش. لو اير سيكشن انا اعمل اسيوم للسيكنس، اسيوم السيكنس 250 وبالتالي مش هحتاج ستيج 1، هبدا على طول على ستيج 2 واجيب الاريا في ستيل عشان انا مش محتاجه سيكنس، خلاص اسيوم 250 لان انا السكشن اير سكشن، فمش خايفه انه يشرخ جوه ولا هيصد حديد التسليح لان المومنت اصلا بره الخزان. يبقى لازم يا شباب تفرقوا ما بين الووتر سكشن والاير سكشن وستيج 1 وستيج 2. في الاول الووتر سكشن التو ستيج، ستيج 1 وستيج 2، اير سكشن ستيج 2 على طول. في الاير سكشن انا ما بجيبش ستيج 1 لان انا اسيوم السكنس 250. في الستيج الووتر سيكشن لا، ده انا لازم اجيب السكنس اللي خلى خرسانه ما تشرخش، فبجيب ستيج 1 اجيب منه السكنس واشيك كمان ان السكنس ده هو كافي ان يخلي خرسانه ما تشرخش، وبعدين سايف معايا اروح داخله على ستيج 2. لو ما سايفش اعمل انكريز الدايمنشن واشيك تاني على الاف سي تي اللي معرضه لها الخرسانه، والاف الاف سي تي اللي هي الالاور ستريس والستريس الفعلي اللي موجود على الخزان اللي عندي، وبعدين ابدا في ستيج 2 تمام. طيب قال لك احنا واحنا بنصمم اي سكاشن كنت بتاخد فيه ثلاث اربع انواع من السكاشن، يا اما سكشن عليها نورمال فورس، يا سكشن عليه بيندنج مومنت، يا سكشن عليه ام وان بس ممكن تكون الان تنشن، يا اما الان كومبريشن. هنا نفس الكلام، ممكن اي عنصر من عناصر الخزان يكون معرض لتنشن لنورمال فورس، ممكن يكون معرض لبندنج مومنت. لو انت بتصمم كاميرا في معرض الميه يبقى هي بتبقى عليها بندنج مومنت، بس تصميم برضو فيه احيانا ووتر سيكشن او سيكشن عليه ام وان مفيش مشاكل. طيب هنبدا ناخد واحد واحد فيهم ونشوف. ديزاين اوف سيكشن سبجكتد، يبقى اول واحد ديزاين اوف سيكشن سبجكتد تو اكسيال تنشن، يعني خزان معرض لنورمال فورس، بس النورمال فورس ده تنشن او النورمال فورس ده تنشن، وده هتلاقيه في الخزان فين؟ في الطاي. فاكر في الهوريزونتال بيم اللي هو لما كنت بقول لك اوبن شانو از هوريزونتال بيم، كنت بقول لك ان الهوريزونتال بيم دي لازم كل مسافه بحط سبورت ليها عشان ما تبقاش طويله، لان لو بتجيب مومنت ما انت لما تصمم الهوريزونتال بيم فبالدبليو ال 4 على 8، ولو كانت الهوريزونتال بيم دي اوبن شانل في الاتجاه الطول ممكن تبقى 50 60 متر، فهتبقى كتيره خالص المومنت اللي عليها، وبالتالي لما تيجي تعمل ديزاين السكاشن هتلاقي الدبس بتاعها كبير والريست بتاعتها كبيره، فبعمل سبورت ليها. ايه السبورت ليها؟ ليه الطاي، وبالتالي بقدر اجيب الرياكشن اللي على الطاي ده زيه زي سبورت للكاميرا واصممه. لما اصمم الطاي ده هيبقى عباره عن سيكشن عليه اكسيال تنشن، سيكشن عليه نورمال فورس بس تنشن تمام. طب لو هو بقى في ووتر سيكشن يبقى اصممه ستيج 1 وستيج 2. ستيج 1 عشان اجيب السيكنس اللي خلى دايما ستيج 1 بجيب منها السيكنس اللي خلى الخرسانه ما تشرخش لانها ووتر سيكشن. فقال لك القانون بتاعه بيساوي ايه لما يكون سيكشن عليه نورمال فورس تنشن؟ بي في التي بالمليمتر بيساوي الف في الكي في التي بالكيلو نيوتن. البي اللي هو عرض السيكنس بتاع، لو كان عندي بي مثلا 300 مللي، لو هو طاي، لو هو شريحه 1 متر سيكشن بيكون مثلا عليه تنشن وشريحه 1 متر فتبقى البي ب 1000 تمام، بيساوي 1000
في الكي في التي كيلو يونت. ايه الالف؟ الالف ده كله استنت خلاص. الكي فاكتور بناخده من الجدول اللي على ايدك اليمين، في جدول بجيب منه الكي اللي هو مهشر عندك على ايدك اليمين اللي عليه بلا نهايه، في عمود كده مهشر فبجيب منها الكي. فاحنا دايما بناخد اف سي يو 25، فلما تلاقي اف سي يو 25 مع العمود المهشر ده هتلاقي قيمه الكي بوينت 98. تمام. مين هي التي بالكيلو نيوتن؟ التي بالكيلو نيوتن النورمال فورس اللي على العنصر بتاع الطاي ده مثلا، يبقى النورمال فورس ده، وتبقى طبعا النورمال فورس في حاله الوركينج طالما انا في ستيج 1 وبجيب سيكنس، يبقى النورمال فورس ده وركينج، يبقى بي في التي بالمليمتر. التي بالمليمتر السمك اللي انا عايزاه، ما هو ده انا اللي بعمله، بجيب السيكنس اللي خلاص خلاص انا ما اشتريخش اللي هو التي بالمليمتر. فمنها بقدر احسب التي كل معلوم ما عدا التي بالمليمتر اطلع السيكنس. تمام. طيب جالك في سبيشال كيس ان انا لو مثلا البي ده مش عرض طاي، لا عرض شريحه 1 متر، يبقى ساعتها البي هتبقى ب 1000، فتلاقي ال 1000 ضاعت مع ال 1000، يبقى بالتالي القانون اللي هو بي في تي بالمليمتر بيساوي 1000 في الكي في التي بالكيلو نيوتن هيقول للتي بالمليمتر بيساوي كيف في التي بالكيلو نيوتن. ال 1000 ضاعت مع البي لما تكون شريحه 1 متر. خلاص جبت السيكنس اللي خلى خرسانه ما تشرخش، اقلب على ستيج 2. احنا عارفين ان ستيج 2 التيميت يعني ايه؟ يعني التي اللي انت جايبها بالكيلو نيوتن ده تضربها في 1.5 تبقى تي التيميت على الاف فيلد في جابا ستيل لما يكون سيكشن عليه نورمال فورس تنشن. كنا بنقول ايه؟ هو عباره عن الان على الاف فيلد جابا ستيل على جابا ستيل، هي نفس الكلام تي التيميت. التي بضربها في 1.5 على الاف فيلد في جابا ستيل، بس الجديد بالنسبه لي هقسم على البي سي ار زي ما شفنا الجدول هنستخدم ايه؟ اسيوم انت هتستخدم فاي كام وانت في كاتيجوري كام؟ كاتيجوري 3. يبقى ترجع تشوف البي سي ار المقابله للفايل اللي انت اخترتها وتقسم عليها عشان تجيب اريا في ستيل معايا. في مثال عندك، مثال ده بيقول لك تي وركينج يعني النورمال فورس في الوركينج 150 والبي ب 1000 والاف سي يو 25 متر كل ملم مربع والستيل 360 على 520 وكاتيجوري 3، وعايز يعني ايه يجيب الاريا في ستيل. تمام. ويجيب السيكنس طبعا، طالما انا كاتيجوري 3 يبقى طبعا عندي ستيج 1 وستيج 2 خلاص. تمام. طب ستيج 1 اللي بجيب منها مين؟ السيكنس اللي خلى خرسانه ما تشرخش وبستعمل وركينج، يبقى البي في التي بالمليمتر بيساوي 1000 في الكي في التي كيلو نيوتن، بس هنا المره دي البي ب 1000 يبقى البي ضاعت مع ال 1000، يبقى قال القانون ان السيكنس بالمليمتر بيساوي الكي في التي بالكيلو نيوتن. طبعا الكي احنا حسبناها كانت من الجدول اللي عدى بوينت 98، يبقى بوينت 98 في النورمال فورس في حاله الوركينج 150، فطلع السيكنس 147 مليمتر. انا بجربه لاقرب 50 ملي، يبقى بالتالي خد التيكت تي 150 مليمتر. بعد كده ستيج 2 تي بجيب منها الاريا في ستيل. طب ستيج 2 اريا في ستيل اعمل ايه؟ التي تبقى تي بالالتيميت، يعني اضرب التي وركينج في 1.5، يبقى جاب التي التيميت وضرب 150 في 1.5. تمام. وطالما نورمال فورس يعني فورس يعني نضرب في 10 اس 3. تمام. عشان تبقى النورمال فورس كانت بالكيلو نيوتن عشان احولها نيوتن اضرب 10 اس 3 على البي سي ار في الاف ييلد 360 على جابا ستيل دايما 1.12 من 100. اسيوم ان انا هاخد فاي 12. لو بصيت في السلايدات اللي عدت في بتاع البي سي ار ورحت الكاتيجوري 3 4 اللي يعني بالنسبه لي هنا كاتيجوري 3 وجبت فاي 12 في الافق ورجعت فيها عند مع ستيل 360 على 520 هتلاقي قيمه البي سي ار دي بوينت 85، فطلع الاريا في ستيل 845 من 159 من 100 ففاي 12 يعني على 133، فطلع ان عدد الاسياخ 8 فاي 12 في المتر. ده ما يكون السكشن عندي عليه نورمال فورس بس. النوع الثاني ان السكشن يكون عليه من مومنت بس، زي ايه في الخزان؟ الهوريزون تتبيم اللي من فوق دي ما انت هتصممها. طب والهوريزون تتبيم اللي هتصممها دي هتصممها هي عليها ايه؟ عليها نورمال عليها بيندنج مومنت. البيندنج مومنت هيجيها منين؟ فاكر لما كنت مصمم الشريحه كنت بتجيب ار اي، والار اي دي قلت لك هتعوزها في حاجتين. اول حاجه هتجيب منها ده هو عباره عن اللود اللي هيبقى على الهوريزون تتبيم. تمام. وده يبقى ديستريبيوتد. والنقطه الثانيه كنت بتجيب منها زيرو وبتشيل اللي هتجيب تحسب منه الماكسيمم بوزيتيف بيندنج مومنت. تمام. طيب اللود اللي هيبقى على الكاميرا دي اللي عليها سبورتات على مسافه معايا، ما هيبقى سيكشن ايه عليه ام، بس ممكن يبقى سيكشن عليه ام ووتر سيكشن وممكن يكون سيكشن اير سيكشن. طب لو هو
ووتر سيكشن ستيج 1 اللي هو هجيب منه السكنس تمام، يبقى تي بالمليمتر، القانون ده يتعرف وتحفظ، تي بالمليمتر السكنس اللي خلى الخرسانه ما تشرخش لما يكون عليها مينينج مومنت تمام، يبقى جذر الام في 10 اس 6 على البي في الفاكتور. طيب الام طبعا هيبقى وركينج ستيج طالما انا في ستيج 1، والبي اللي هو الويدز بتاع الـ 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 العنصر اللي انا هصممه، ولو هو شريحه 1 متر يبقى البي دي هتبقى ب 1000، وهيقول القانون ان تي بالمليمتر يساوي جذر الام في 10 اس 3 على الفاكتور. ليه؟ لان ال 10 اس 3 الثانيه في الام اتقسمت راحت مع البي اللي هي ب 1000، فقال القانون للتي بالمليمتر جذر الام في 10 اس 3 على الفاكتور. طب الفاكتور ده هجيبه منين؟ في جدول انا بديهولك في الامتحان بتجيب منه الفاكتور ده. اول حاجه اف سي يو لو هي 25 او 27 ونص لو 30، ال 25 دي يعني 250 كيلو جرام كل سنتيمتر مربع، وده معظم شغلنا بيكون عليه. قال لك لو المومنت بتاعك اقل من 15.3 اللي هي الام ديزاين، خد الفاكتور ده 0.38. لو المومنت ديزاين بتاعك، المومنت اللي انت هتصممه ما بين 15.3 و 48، خده 0.3 الفاكتور. لو اكبر من 48 خد الفاكتور ده 0.28. هو مكتوب عندك اللي هو جذر الام في 10 اس 3 مره على 0.38 مره على 0.3 مره على 0.28 حسب الام ديزاين تمام. طيب بعد كده ستيج 2 اللي بجيب منه الاريا في ستيل، الدبس بالنسبه لي اتعرف لان التي بالمليمتر انا جبته، حش منه 40 مللي يديك الدبس، بيساوي سي 1 جذر الام التيميت اضرب المومنت اللي معايا ده اللي كان في ستيج 1 في 1.5 يبقى ام التيميت على البي في اف سي يو، هقدر اجيب منها سي 1. وانس ان انا جبت سي 1 اقدر اجيب منه الجي، اجيب الاريا في ستيل ام التيميت على الاف يلد في جي في الدبس، بس اكسب على البي سي ار اللي احنا اتعودنا عليها عشان اجيب الاريا في ستيل مور سيف، والبي سي ار طبعا الجدول بتاع المره اللي عدت. طبعا لو انا السكشن ده ما فيش ووتر سيكشن يبقى مش هجيب السيكنس بالمليمتر، خلاص اسيوم السيكنس 250 وابدا على ستيج 2 على طول. السيكنس 250 يبقى الدبس 210 ويبقى ابدا في ستيج 2 على طول، اضرب المومنت في 1.5 واطلع منه الاريا في ستيل على طول. لكن لو هو كاتيجوري 3 يعني ووتر سيكشن، لا ده انا لازم اجيب السيكنس اللي مخلي الخرسانه ما تشرخش، يبقى لازم اعمل ستيج 1 اللي هي الوركينج ستيج اللي اجيب منه السيكنس اللي معايا. في مثال عندي بيقول لي مومنت في الوركينج 14 كيلو نيوتن متر، والبي 1000 والاف سي يو 25 والستيل 360 على 520 وكاتيجوري 3. طالما كاتيجوري 3 يبقى في ستيج 1. طيب ستيج 1 اللي بجيب منه السكنس اللي خلى الخرسانه ما تشرخش، السكنس ده تي بالمليمتر بيساوي ايه؟ جذر المتر ام في 10 اس 6 على الفاكتور على البي في الفاكتور، وطالما شريحه 1 متر يبقى ال 10 اس 6 دي تقول 10 اس 3 على اساس ان انا ضايع معها ال 1000 بتاع البي. فيقول القانون لجذر الام في 10 اس 3 على الفاكتور. طب الام بكام؟ وركينج 14 على 10 اس 3، الفاكتور بقى قيمته بكام؟ لو بصيت على الجدول اللي عدت المومنت اقل من 15.3 فاكتور ده 0.38. طب انا عندي المومنت 14 يبقى بالتالي قيمه الفاكتور ده 0.38، طلع السكنس 191.94، لا اجربه الاقرب 50 ملم فيبقى اسيوم يبقى كده السكنس 200 ملم تمام. بعد كده ستيج 2 اللي اجيب منه الاريا في ستيج، اول حاجه في ستيج 2 اعمل ايه؟ الام ام التيميت، لان بتكلم في ستيج 2 بيبقى التيميت ستيج، يبقى ام التيميت يبقى اضرب المومنت في 1.5 يبقى 14 في 1.5 حولت المومنت الام التيميت تمام، واسيوم الكفر احنا اتفقنا انه يبقى 40 مللي. طيب لما السكنس 200 يبقى الدبس كام؟ 160. سي 1 جذر الام التيميت على الاف سي التيميت في البي هيبقى المجهول عندي سي 1 طلعه 5.52 منها هيطلع جي هنجيب 0.826، يبقى بالتالي الاريا في ستيل سيكشن عليه ام بيساوي ام التيميت على الاف يلد في جي في الدبس، بس انا هقسم على البي سي ار. ايه البي سي ار؟ لو اسيوم في 12 في كاتيجوري 3 ورحت للجدول اللي هو اللي هو الريدكشن فاكتور البي سي ار، ورحت عند كاتيجوري 3 اللي هو اخر عمود وجيت عند فاي 12 ومشيت افقي، هتلاقي لحد ما تجاب العمود اللي فيه ستيل 360 على 520 فهتلاقي قيمه الفاكتور ده 0.85. لما قسم على 0.85 طلع على الاريا في ستيل 519 فاي 12 مساحه السيخ 113 ملم تربيع، فلما يتقسم 519 على 113
ادي هتطلع قيمه الاريا في ستيل 5 في 12، وده تاني نوع من السكيشن. يبقى خدنا اول نوع السكشن اللي عليه نمبر فورس تنشن، النوع التاني السكشن عليه بيندنج مومنت، وعرفنا ده بيكون فين. ده البيندنج مومنت لما يكون كاميرا، لما النورمال فورس لما يكون طاي، بعد كده السكشن اللي عليه بيندنج مومنت ونورمال فورس. وده طبعا حواط ورديه الخزان، لان انا كنت بقول لك حواط ورديه الخزان دايما هتكتب عليها ام وان، تمام. بس الام والان ده ممكن تكون النورمال فورس تنشن، ممكن يكون النورمال فورس كومبريشن. كيس 1 النورمال فورس كومبريشن، او ولو هو طبعا ستيج 3 يبقى ووتر سكشن يعني كاتيجوري 3. يبقى جيب ستيج 1 اللي بجيب منه السكس اللي خلق على صنف الشرخ. القانون بتاعه بقى بيساوي جذر الام في 10 اس 6 على البي في الفاكتور، نفس القانون بتاع البيندنج مومنت اللي هو رقم 2 اللي هو تزايد السكشن على الام، بس ناقص 20. ليه؟ لان لما يكون السكشن عليه بيندنج مومنت والنمبر فورس كومبريشن ما خافش منه، لان ما خافش من النوم او فلوس الكمبريشن ده، لان الخرسانه بتشيل الكمبريشن كويس، فعشان كده مش عاوز سيكنس كبير، لا عاوز سيكنس اقل من لو عليه بيند كومنت بس بسبب وجود النوم فرص الكمبريشن. فعشان كده التي بالمليمتر بتساوي نفس القانون بتاع البيند كومنت ناقص 20 مليمتر، تمام. هجيب منه السيكنس، بعد كده ايه؟ اعمل الشيك على الاستريس، لان السكشن عليه ام وان، اجيب الاف تي سالب ال ان على ام على الاريا زائد ام على ذات. ايه هي الاف تي؟ ده الاستريس الفعلي اللي على الخزان، الخزان عليه نمبر فورس قسمت ال ان على الاريا يبقى طلعت الاستريس نتيجه النمبر فورس، ام على ذات يبقى طلعت الاستريس نتيجه المومنت البيندنج مومنت، تمام. وطبعا نمبر فورس كومبريشن سالب ان على ايه؟ كده جبت الاف تي. بعد ما جبت الاف تي دي اقارنها بالاف سي تي. مين هي الاف سي تي اللي كنا واخدينها في السلايدات اللي عدت؟ اللي هو الاستريس الخرسانه اللي هو قانونها بيساوي 0.6 جذر الاف سي التيميت على الايتا. اللي قلت لك ايتا دي ممكن مش تجيب التي في وتدخل عليها، انت ممكن تاخد ايتا حتى بالسكنس، السكنس عندك طلع هي تلاقيها الايتا 1.6 1.7، لو هي اكبر من 200 واقل من 400 يبقى تاخد الايتا 1.6، لو التي اكبر من 400 يبقى خد الايتا 1.7. بعد ما تجيب تشيك الاستريس ولو طلعت الاف تي اقل من الاف سي تي خلاص يبقى كده تمام، اكمل واعمل ستيج 2. لو طلعت الاف تي اكبر من الاف سي تي لا ده انا لازم اعمل انكريز دايمنشن وارجع اعمل تشيك تاني لحد ما اتاكد ان الاستريس الفعلي اللي موجود على الخزان على السكشن ده اقل من الالاو بالاستريس المسموح بيه، تمام. يبقى كده ستيج 1 وصلت للسكنس اللي خلى الخرسانه ما تشرخش، ابدا بستيج 2. ايه ستيج 2؟ سكشن عليه ام وان، كنت بتصممه ازاي؟ ام وان كومبريشن، كنت بتجيب الاي من هي الاي الاكسنتريستي بيساوي ام على الان او ام التيميت على الان التيميت مش فارق، بس دايما ستيج 2 التيميت، فبيبقى عندي تضرب الام في 1.5 والان في 1.5، تمام. بعد ما تجيب الاي بتجيب الاي على التي، لو الاي على التي اقل من النص يبقى سمول اكسنتريستي، اقل منها بتساوي نص، لو اكبر من النص يبقى بيج اكسنتريستي، لو اي على تي اقل من النص اقل من بتساوي نص، وسمول اكسنتريستي بتستخدم الانتراكشن دياجرام، بتجيب الام ال ان التيميت على الاف سي التيميت بي في التي اللي هو الراسي، والام التيميت على الاف سي التيميت في البي بي التربيع الافقي، وتجيب منها رو كام، وبعدين بتقول ان الاريا في ستيل بيساوي الاريا في ستيل داش بيساوي رو في 10 اس سالب 4 اف سي التيميت في البي في التي، تمام. لو سكشن اي على تي اكبر من نص كنت بيجيب حاجه اسمها الام التيميت اس، عشان تجيب الام التيميت اس بيجيب حاجه اسمها الاي اس، لو سكشن عليه ام وان كومبريشن الاي اس بيساوي اي زائد تي على الاثنين ناقص الكفر، اي زائد تي على الاثنين ناقص الكفر. وخلي بالك من القانون بتاع الاي اس في الكومبريشن عشان بيفرق معايا عن الاي اس في التنشن، الاي اس في الكومبريشن بيساوي اي زائد تي على الاثنين ناقص الكفر. بعد ما جبت الاي اس بجيب الام التيميت اس بيساوي الان التيميت في الاي اس، بعد كده بقول الدبس بيساوي سي 1 جذر ام التيميت اس على اف سي التيميت في البي، بعد كده الدبس معلوم عندي من ستيج 1 واجيب منها سي 1، بعد كده بجيب الاريا في ستيل سكشن عليه ام وان، الاريا في ستيل بيساوي ام التيميت اس على الاف يلد في جي في الدبس ناقص الان التيميت على الاف يلد على جابا ستيل، بس اللي زاد عندي احطه ده كله بين قوسين واكسب على حاجه اسمها البي سي ار فاكتور اوف سيفتي اللي اتفقنا عليه عشان ابقى مور سيف لتصميم الخزان. الكيس الثانية ان ممكن يكون سكشن عليه ام وان كومبريشن تنشن،
خلي بالك السكشن عليه ام وان وكمبريشن مش تعرض ليه في الانفيد التانك، تعرض ليه في الريستد، لان في الانفيد التانك تامر كنا بنعمل ايه؟ هتلاقي ان احنا بنجيب الكمبريشن بتاع الارضيه ونجيبه نور على الحيطه، فالحيطه هي اللي شايله الارضيه فبتعمل تنشن للارضيه معايا، لكن في الريست والاندر جراوند هتلاقي ان الخزان محطوط على الارض، فالارض مور ريجيد، الحيطه كلها بتشال على الارضيه، فتلاقي الحيطه مش شايله غير معرضه للضغط هو الاوت وود بتاعها، فتلاقي النوم فرصه بتاعت الريست والاندر جراوند النوم فرصه على الحوض كومبريشن مش تنشن، فانت بالتالي حوض ارضيه الخزان ممكن تكون ام وان تنشن او ام وان كومبريشن. طيب لو الكيس الثاني لو النورمال فورس تنشن برضه هنعمل ستيج 1 وستيج 2 لو هو كاتيجوري 3 ووتر سيكشن. الستيج 1 اللي بجيب منه السكنس، ساعتها السكنس بيساوي جذر الام في 10 اس 6 على البي في الفاكتور زائد 40، هو نفس الترم بتاع البندنج مومنت بس زائد 40 مش ناقص بقى، ليه؟ لان السكشن عليه النورمال فورس تنشن اخاف منه فلازم ازود فيه السكنس عشان الخرسانه ما تشرخش، عشان كده زود 40 ملم. بعد ما اجيب السكنس ده اجيب الاف سي تي واجيب الاف تي، الاف تي اللي هو الاسترس الفعلي اللي على الخزان في نورمال فورس سببت نورمال ستريس بيساوي ان على الاريا او تي على الاريا، وبيجي بيندنج مومنت سبب بيندنج ستريس اما على ذات، اجمعه مع بعضيه اجيب الاف تي ده الاسترس الفعلي على الخزان، اجيب الاف سي تي اللي هو بوينت 6 جذر الاف سي التيميت على الايتا واقارنهم ببعض، طلعت الاف تي اقل من الاف سي تي يبقى كده سيف، اكمل على ستيج 2 لو الاف تي اكبر من الاف سي تي يبقى ان سيف، ارجع اعمل دي كالكوليت واكبر السكنس وارجع اشيك تاني لحد ما اتاكد ان الاف تي اقل من الاف سي تي. طيب لو خلصت ستيج 1 ابدا في ستيج 2، ستيج 2 ده برضه هجيب الاي الاي على التي، بعد ما اجيب الاي دي لو الاي اقل من تي على التي ناقص الكفر يبقى سمول اكسنتريستي، لو اي اكبر من تي على التي ناقص الكفر يبقى بيج اكسنتريستي. خلي بالك السمول اكسنتريستي ما بيستخدمش الانتراكت في الدياجرام، لا احنا بنعمل ايه؟ ناخد المومنت حوالين تي مثلا، اقدر اجيب تي واب، فتي واب في المسافه اي زائد بي بيساوي تي في المسافه بي، لو انا بجيب تي واب وخدت المومنت عند نقطه تي 2 فاقدر اطلع تي 1 واطلع تي 2 كانه تنشن فورس، تي 1 بتساوي تي في الايه في البي على الاي زائد بي، لو خدت المومنت عند تي 2، تي 2 لو خدت المومنت عند تي 1 يبقى تي في الايه وتي 2 في اي زائد بي، لما اجيب واطلع هطلع قيمه تي 2 هتطلع تي في الايه على الاي زائد بي، بعد ما اجيب قيمه تي 1 وتي 1 اجيب اي اس 1 واي اس 2 سيكشن عليه النورمال فورس يبقى تي التيميت على بي سي ار الفيلد في جي ستي، وده لما يكون في سيكشن عليه بين ام عليه سمول اكسنتريستي بتاع دوا في حاله التنشر، يعني لو بيج اكسنتريستي هو النورمال فورس تنشر، لو بيج اكسنتريستي يبقى بقى يبقى اجيب الاي اس، بس الاي اس في حاله البيج اكسنتريستي لما يكون نورمال فورس تنشر بيساوي الاي ناقص تي على الايزر كفر، لكن كان في الكمبريشن اي زائد تي على الاثنين ناقص الكفر، شروط مختلفه لازم تخلي بالك وانت بتجيب الاي اس في لما يكون نورمال فورس تنشن والاي اس لما يكون نورمال فورس كومبريشن، بعد كده اجيب الام التيميت اس بيساوي تي التيميت في الاي اس، اجيب الدي بيساوي سي 1 جذر الام التيميت على سي التيميت في البي اجيب منها سي 1، اجيب الاريا في ستيل عادي زي ما بحاسب بس اكسب على البي سي ار عشان ابقى مور سيف. في اكزامبل شرحوا لي بيقول لي ام وركينج بيساوي 30 كيلو نيوتن والان وركينج 50 كيلو نيوتن كومبريشن والبي في 1000 والاف سي يو 25 والستيل 360 على 520 وده كاتيجوري 3. هعمل ايه طالما كاتيجوري 3؟ يبقى في ستيج 1 وستيج 2. ستيج 1 اللي بجيب منه السكنس اللي ما يشرخش ولو لحد ما اوصل للسكنس ده ابدا في ستيج 2 اللي اجيب منه الاريا في ستيل. طب ستيج 1 اللي هو التي بالمل سكشن عليه ام وان كومبريشن يبقى التي بالمليمتر السكنس بالمليمتر بيساوي جذر ام في 10 اس 3 على الفاكتور ناقص 20، تمام. طيب المومنت كام؟ ب 30، يعني اكبر من 15.2 واقل من 48، يبقى ال 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 الفاكتور ده هيبقى بوينت 3 في الجدول بتاع البيندنج مومنت، تمام. يبقى تي بالمليمتر جذر ال 30 في 10 اس 3 مش 10 اس 6 عشان ايه؟ بي ب 1000 فال 1000 ضاعت مع 10 3 من فوق على الفاكتور خلاص ناقص 20 فطلع قيمه التي بالمليمتر 296، هجربها لاقرب مليمتر يبقى السكنس بيساوي 300. كان هل كافي كده؟ لا، لازم اعمل تشيك. تشيك ايه؟ اجيب الاسترس الفعلي على الخزان اللي هو الاف تي سالب الان على الاريا زائد ام على ذات،
لان بكام؟ خلي بالك الستيج 1 كله وركينج، فخدت النوم فورس اللي هو الوركينج اللي هو ال 50، وخدت الام وركينج اللي هو 30، فال 50 في 10 اس 3 سيكشن عليه نورمال فورس حوله من نيوتن اضرب في 10 اس 3 على البي عرض الشريحه متر 1000 و 1000 ملي متر، والتي سيكنس اللي انا جبته 300 تمام. طيب زائد الام، الام 30 في 10 اس 6 على الزت اللي هو بي تي تربيع على 6 لما يكون سيكشن ريكتانجولار، فالزت اللي هي واي على اي على واي، اي في السيكشن لما يكون ريكتانجولار، بي في تي تربيع على 12، ولما اقسم على واي اللي هي تي على 2 فتطلع قيمه الزت بي تي تربيع على 6 تمام. البي ب 1000 والتي تربيع يعني 300 تربيع على 6 يبقى طلع الاستريس نتيجه النورمال فورس 17%، واستريس نتيجه البندنج مومنت 2، اجمالي الاستريس 1.83% عشان النورمال فورس كومبريشن يعني سالب 17%. بالتالي جاب ال هجيب التي في اللي احنا خلاص اتفقنا ان هناخد الايتا 1.6 و1.7، هو جاب التي في اللي هو تي ب 300 1 ناقص اف سي تي اللي هي النورمال ستريس 17% على اف سي تي ام اللي هو 2 اللي هو الستريس نتيجه البندنج مومنت، طلع قيمه التي في 274.5، دخل على الجدول جاب الايتا، طلعت الايتا 1.6. انت حتى لو ما جبتهاش احنا قلنا خلاص طالما السيكنس اكبر ما بين ال 200 وال 400 يبقى هاخد الايتا دي 1.6. طلع الاف سي تي من هو الالاوبل ستريس للخرسانه 0.6، جاز الاف سي التمت هو مديلك في المساله 25 على 1.6، طلع التي في طلع الاستريس الالاوبل 1.88% نوتر لكل ملي متر مربع. خلاص انا كده جبت السيكنس اللي خلى الخرسانه ما تشرخش وشيكت عليه وطلع سيف، يبقى ابدا بستيج 2. ستيج 2 اللي هجيب منها الاف سي تمام. طيب الام يبقى ستيج 2 يبقى اتعمل في الالتمت، يبقى الام اضربها في 1.5 يبقى ام التمت، والان اضربها في 1.5 يبقى طلعت ان التمت. اجيب الاي الام التمت على ان التمت طلعت 6.10، اجيب الاي على التي اللي هي 6.10 على 300 مللي يعني 3.10 عشان الاي كانت بالمتر، يبقى طلع الاي على التي 2 اكبر من نص، يبقى بيج اكسنتريستي بيج اكسنتريستي والسكشن عليه نول فورس كومبريشن، يبقى الاي اس بيساوي الاي زائد تي على 2 ناقص الكفر، عوض الاي ب 6.10 والتي ب 300 على 3.10 على 2 والكفر كنا دايما ب 40 مللي، طلع قيمه الاي اس بين 7.1. هجيب الام التمت اس بيساوي الان التمت اللي هو 75 في الاي اس اللي هو 0.71، طلع قيمه الام التمت 53.25%. بعد كده الدبس بيساوي التي ناقص 40 يعني 260 مللي، 260 مللي هيطبق القانون يجيب سي 1.5 و6 اللي منها هيجيب الجي 0.826. بعد كده احسب الاي اس، الاس بيساوي ام التمت اس على الاف فيلد في جي في الدبس ناقص عشان نوم فورس كومبريشن ان التمت على الاف فيلد جاما ستيل، بس كل من بره هقسم على البي سي ار. البي سي ار اسيوم لو انا مستخدمه في 12 لكاتيجوري 3 اللي هو اخر عمود في الجدول بتاع البي سي ار، وامشي بيه افقي عند في 12 وستيل 360 على 520 هتطلع لك قيمه البي سي ار 0.85، اقسم عليها طلع الاريا في ستيل اللي طلعت 5 في 12. عشان في سك اكزامبل تاني، الاكزامبل التاني ده بيقول لك الام وركينج 40 والتي وركينج 40 بس تنشن، والبي ب 1000 والاف سي يو 222.5 والستيل 360 على 520 وبرده كاتيجوري 3. طالما كاتيجوري 3 يبقى ستيج 1 وستيج 2. ستيج 1 انا اجيب الخرسانه ما تشرخش فيها، جاب السكنس بالمليمتر، عوض في قانون السكشن اللي عليه ام وان تنشن، يبقى تي بالمليمتر بس جزء الام في 10 اس 6 على البي في الفاكتور زائد 40، طبيعي البي ب 1000 يبقى القانون جذر ام في 10 اس 3 على الفاكتور زائد 40 مللي، طلع السكنس 417، جربه الاقرب 50 مللي فبيجي السكنس 450. اعمل ايه بقى؟ سكشن عليه وام، اشيك على الاستريس، الاستريس الفعلي اف تي تي على الاريا زائد ام على ذات التي، هو وطبعا كل ستيج 1 وركينج ستيج التي الام وركينج 400 والاريا الدبس 450 والبي 1000 خلاص. وبعد كده الام على الذات، الام برضه ب 40 ب 10 اس 6 على الذات اللي احنا قلنا بي في تي تربيع على 6، بي ب 1000 في تي تربيع 450 تربيع على 6، طلع قيمه الاف تي 1.28%. بعد كده هيجيب التي في ومنها هيجيب الاف سي تي اللي الاو الاستريس الخرسانه، طلع طالما السكنس 450 اكبر من 400 تاخد ممكن تاخد الايتا 1.7، يبقى طلع الاف سي تي 1.67%. الاف تي اقل من الاف سي تي يبقى الاوبل ستيف، يبقى السكنس ده كافي. ابدا في ستيج 2، ستيج 2 دي بقى اللي هي الالتيميت ستيج، اضرب الام التيميت في 1.5 والام في 1.5 عشان يبقى ام التيميت، والتي في 1.5 يبقى تي التيميت. هجيب الاي اللي هي ام التيميت على تي التيميت، هجيب الاي اس
والاي اس لما يكون سيكشن عليه ام وان تنشن يبقى الاي ناقص تي على الاثنين زائد الكفر. طلع قيمه الاي اس 82 جاب الام التيمت اس بيساوي الان التيمت في الاي اس. من هنا الدبس بمحدد بالنسبه لي لان السيكنس انا جايباه من ستيج 1 450 حش منه 40 مللي ب 410 الدبس. طلع سي 1 طلع 8.8 منها الجهه تبقى اقصى قيمه اللي هي 0.826 وحسب الاريا في ستيل بالقانون اللي عليه ام وان اللي هو قدامك بس قسم على البي سي ار وعوض وجاب الاريا في ستيل اسيوم في 12 كاتيجوري 3 هتلاقيها بي سي ار 0.85. في اكزامبل بالنسبه لك بقى اللي هو الاكزامبل يمكن خدناه في المره اللي عدت اللي هو كان اوبن تشان وزورزنتال بيم وكان ارتفاع 4 والعرض بتاع الاوبن تشان 4 وحليناه في المحاضره اللي عدت وطلعنا المومنت والبند والنورمال فورس وكان بالمنظر اللي موجود عندك في الاسلايد. المره دي بقى عاوز يصمم السكاشن يعني اسيوم كان عندي الخزان ده الاوبن تشان وكان ارتفاعه 4 وكان عرض الاوبن تشان 4 وجاتك صمم الخزان. جيت في ستيج جيت في الاولاني فرضت اللود زي ما فرضنا في المره اللي عدت وكان عباره عن وان واي وبالتالي اللود كله راح في الاتجاه الراسي وكان فيه هوريزونتال بيم فعملناه بالمومنت ديستريبيوشن وحليناه وجبنا المومنت. بعد ما جبنا المومنت والنورمال فورس هنبدا نصمم السكاشن. هبص عندي هنا السكشن الاقي فيه سكشن 1 1 سكشن 1 1 ده عليه بندج مومنت 54.07 وعليه نورمال فورس 92.5 وده ووتر سكشن عشان هو السكشن ده في الميه. ممكن في سكشن تاني اللي هو على الارضيه هتلاقي المومنت نفس المومنت 54.07 والنورمال فورس 66.5. طبعا هتلاقي سكشنين في سكشنين عليهم نفس البندج مومنت لكن النورمال فورس مختلف. النورمال فورس على الحائط 92.5 وعلى الارضيه 66.85%. فالافضل ان انا بدل اصمم السكشنين اصمم السكشن واحد بس اللي هو على الاكبر اللي هو طبعا اللي عليه نورمال فورس 92.5 فاصممه وامشيه على الاثنين. يعني لو صممت السكشن اللي على الحيطه اللي هو 54.07 و 92.5 نورمال فورس هو ده هيصبر برضو السكشن اللي على الارضيه اللي ووتر سكشن اللي هو عنده مش اللي في النص لا اللي هو على اطراف الارضيه عند السبورت عليه نفس البيدي جومومنت 54.07 والنورمال فورس 66.85. تمام السكشن ده ووتر سكشن فعشان اصممه يا اما يا شباب احنا بنصمم الخزان قلنا يا اما في ووتر سيكشن يا اما اير سيكشن. تتعودوا دايما السيكشن لو ووتر سيكشن اصممه على تو ستيجز ستيج 1 وستيج 2. لو السيكشن ده اير سيكشن اصممه على ستيج 2 بس. طب ايه الفرق ما بين ستيج 1 وستيج 2؟ ستيج 1 ده بجيب منه السيكنس ولما اجيب منه السيكنس كمان بتعامل معاه وركينج ستيج يعني بجيب المومنت اللي عندي والنورمال فورس اللي على الخزان سواء ام او ان. لو عليه سكشن يبقى ام بس المومنت ده الموجود اصلا بناء على السترنج اكشن يعني صممت عملت الخزان وجبت السترنج اكشن وعملت مومنت ديستريبيوشن وطلع ام وان هم دول اللي اشتغل عليهم واجيب منهم السكنس من ستيج 1 تمام. ولو هو كده لازم اعمل تشيك على الاف تي ما تحديش الاف سي تي الا اوبر سايب معايا يبقى ابدا على ستيج 2 اللي اجيب منها الاريا في ستيل. يبقى ستيج 1 بجيب منها الكونكريت دايمنشن وستيج 2 بجيب منها الاريا في ستيل. ستيج 2 دايما خلاص بتعامل التيمت يبقى اجيب المومنت اللي عندي والنورمال فورس اللي عندي واضربه في 1.5 واحسب منه الاريا في ستيل. ليه؟ لان انا لما اجيب اريا في ستيل فالمفروض اضرب في 1.5 عشان اجيب اريا في ستيل اكتر. يبقى عشان كده في ستيج 2 بتبقى التيمت. ستيج 1 لا ده انا بقارن بالالوبل بتاع الخرسانه فلا فانا الوركينج افضل لي. الخرسانه بتشيل 10 لا هي 5 او 4 عشان ابقى مرسيف. فدايما ستيج 1 وركينج ستيج ستيج 2 التيمت ستيج. وانت عارف الفرق ما بين الوركينج والالتيمت ان الالتيمت بضرب في 1.5 يبقى المومنت والنورمال فورس او المومنت بس او النورمال السترنج اكشن اللي جبته على العنصر اللي هصممه عندي زي ما هو وشغاله في ستيج 1. لو انا بقى ستيج 2 يبقى اضربها في 1.5 عشان اجيب الالتيمت عندي. دايما لو انا عندي ووتر سيكشن هشتغل ستيج 1 وستيج 2 عشان اجيب السيكنس اللي خلى خلاص انا ما اشتغلش. لكن لو اير سيكشن انا اعمل اسيوم للسيكنس اسيوم السيكنس 250 وبالتالي مش هحتاج ستيج 1 هبدا على طول على ستيج 2 واجيب الاريا في ستيل
عشان انا مش محتاجه سكنس خلاص اسيوم 250 لان انا السكشن غير السكشن فمش خايفه انه يشرخ جوه ولا هيصد حديد التسليح لان المونت اصلا بره الخزان. يبقى لازم يا شباب تفرقوا ما بين الووتر سكشن والاير سكشن والستيج 1 والستيج 2. في الاول الووتر سكشن التو ستيج ستيج 1 وستيج 2، اير سكشن ستيج 2 على طول. في الاير سكشن انا ما بجيبش ستيج 1 لان انا اسيوم السكنس 250. في السيج الووتر سيكشن لا ده انا لازم اجيب السيكنس اللي خلى خلاص انا ما اشرخش فبجيب السيج 1 اجيب منه السيكنس واشيك كمان ان السيكنس ده هو كافي ان يخلى خلاص انا ما اشرخش وبعدين سايف معايا اروح داخله على السيج 2. لو ما سايفش اعمل كريز الدايمنشن واشيك تاني على الاف سي تي اللي معرضه للخرسانه والاف الاف سي تي اللي هي الالاور ستريس والستريس الفعلي اللي موجود على الخزان اللي عندي. وبعدين ابدا في ستيج 2 تمام؟ طيب قال لك احنا واحنا بنصمم اي سكاشن كنت بتاخد فيه ثلاث اربع انواع من السكاشن، يا اما سكشن عليها نوما فورس، يا سكشن عليه بيندنج مومنت، يا سكشن عليه ام وان بس ممكن تكون الان تنشن، يا اما الان كومبريشن. هنا نفس الكلام ممكن اي عنصر من عناصر الخزان يكون معرض لنوما فورس، ممكن يكون معرض لبندنج مومنت. لو انت بتصمم كاميرا في معرض الميه يبقى هي بتبقى عليها بندنج مومنت، بس تصميم برضو فيه احيانا ووتر سيكشن او اجي بقى سيكشن 2-2. سيكشن 2-2 اللي في نص البلاطه في الارضيه، السيكشن ده عباره عن ايه؟ عليه مومنت بيساوي 38-43%، عليه نورما فورس 66-85%، السيكشن ده اير سيكشن، طالما اير سيكشن مفيش ستيج 1، مفيش سيكنس، اسيوم السيكنس انا، يبقى بالتالي اقول ان انا اسيوم التي ب 250 مللي، اقل سمك البلاطه 250 هو ده اللي هاخده، وهبدا على طول في ستيج 2، مفيش ستيج 1، لان انا اسيوم السيكنس، ستيج 1 ده بجيب منه السيكنس، فانا مش محتاج اجيب السيكنس لان ده اير سيكشن، مش هخاف انه يشرخ ولا لازم اشيك على الاف سي تي والاف تي والكلام ده كله، تمام؟ يبقى بالتالي هبدا على طول في ستيج 2، اما التيميت عندي اضرب المومنت اللي عندي اللي هو 38-43% في 1.5 يديني الام التيميت، اضرب النورمال فورس في 1.5 يديني الان التيميت، اجيب الاي بعد ما جاب البي طلعت بوينت 75-57% اكبر من تي على 2 على ناقص الكفر، لان السيكنس التي 250 على 2 يعني 1-125 وتحوش منه كفر كمان 40 فيطلع اجل من بوينت 57%. يبقى بالتالي ده يعتبر بيج اكسنتريستي، بيج اكسنتريست عليه نورمال سيكشن ان تنشن، يبقى الاي بيساوي اي ناقص تي على 2 زائد الكفر، طلع الاي اس وطلع منها الام التيميت اس، بعد كده يجيب الدبس عندي بدلاله التي 250 ناقص 40 يبقى 210 بيساوي سي 1 جذر الام التيميت على الاف سي التيميت في البي، طلع السي 1 ومنها طلع الجي، بعد كده يجيب الاريا في ستيل اللي هي الواحد على البي سي ار، خلاص ده الجديد اللي بالنسبه لي في تصميم سكاشن الخزان، هو نفس القانون اللي هو عليه ام وان اللي هو ام التيميت اس على الاف يلد جام في جي في الدبس زائد تي التيميت على الاف يلد جام ستيل هو بعينه واحد، بس اقسم على البي سي ار اللي اتفقنا عليها. اسيوم انا لو استخدم فيها 16 وارجع للجدول اللي كان في السلايد اللي عدت وانا كاتيجوري 2 يعني العمود اللي قبل الاخير واجي على فاي 16 عندي وامشي افقي هلاقي قيمه البي سي ار دي 0.93% اعوض فيها واجيب الاريا في ستيم. اجي السكشن 3-3 اللي هو كان الماكسيمم بوزيتيف بيندنج مومنت اللي على الحيطه اللي سببته الهوريزونتال بيم لما موجوده سحبت جزء من المومنت طلعته بره، السكشن ده اللي قيمته 14-22% والنورمال فورس لما اجيبه بالنسبه والتناسب اللي هي 1-62 على 4 بيساوي واي على 92.5 فتطلع قيمه التنشن نورمال فورس عندي سكشن 3-3 هيطلع 37-46%، ده سكشن عليه ام وان تنشن وكمان السكشن ده اير سكشن لانه سكشن بعيد عن الميه بره الخزان، يبقى طالما هو اير سكشن يبقى اسيوم السكنس 250 وابدا على ستيج 2 على طول، احول المومنت اضربه في 1.5 عشان يبقى التيميت لان احنا عارفين ان في ستيج 2 ستيج 2 دايما التيميت عشان انا عايزه اريا في ستيل، فكل ما زودت الاريا في ستيل كنت مور سيف فبشتغل ستيج 2 دايما التيميت، وبالتالي الام التيميت 1.5 في 14-22% والان التيميت 1.5 في 3 في 37-46%، من كده اقدر اجيب الاي طلعت 38% اكبر من تي على 2 اكس كفر، جاب الاي اس وبعدين جاب الام التيميت اس بيساوي الان التيميت في الاي اس
بعد كده الدبس بالنسبه لي محدد اللي هو 210، جاب السي طلع 8.2، جاب الجي منها طلع الاريا في السي بيساوي 1 على البي سي ار في جوه القوس اهوت بي، طلع واسيوم بقى فاي 12 وانا كاتيجوري 2. لما تيجي عند فاي 12 في العمود اللي قبل الاخير وتمشي افقي مع ستيل 360 على 520 تطلق البي سي ار دي بواحد، يبقى الاريا في ستيل بتساوي 1 في القانون بقى بتحوط بالام التيمت اس والتي التيمت والاي فيلد والجي والدبس والاي فيلد على هو جاب ستيل، وطلع الاريا في ستيل 444.53% على فاي 12 يعني 113، فتطلع فاي الاي في ستيل 5 فاي 12 لكل متر داش. وبالتالي احنا كده عرفنا ازاي نصمم سكيشن في الخزانات، ازاي بنقسم على حاجه اسمها بي سي ار الفاكتور اوف سيفتي في الاريا في ستيل عشان وانا بحسبها، وازاي اشيك على الاف تي بتاع الخزان وما تعديش الاف سي تي اللي هو لابل ستريس في الخرسانه، ازاي اصمم سكشن عليه نورمال فورس بس، سكشن عليه بندنج مومنت بس، سكشن عليه ام وان كومبريشن او تنشن. لو انا السكشن ووتر سكشن يبقى اصممه على ستيج 1 وستيج 2. ستيج 1 اخلي السكنس اللي يخلي الخرسانه ما تشرخش، ولازم اشيك عليه واطمن ان هو مش هيخلي الخرسانه تشرخ ما عداش اللوبل بتاع الخرسانه، وبعدين سايف معايا يبقى السكنس ده استخدمه في ايجاد الاريا اوف ستيل، ما سايفش اعمل انكريز دايمنشن. ده لما يكون ووتر سكشن. لما يكون اير سكشن اللي هو كاتيجوري 2 لا انا مش محتاج ستيج 1، اسيوم السكنس على طول 250 وابدا بستيج 2 احول المومنت والنورما فورس الالتيميت او المومنت بس الالتيميت حسب ما يكون سكشن عليه ام يبقى مومنت بس بحول الالتيميت. المهم ان دايما ستيج 2 التيميت اضرب الستريننج الاكشن اللي عندي 1.5 سواء ام بس او ان بس، لو هو سكشن عليه ان لو عليه ام وان يبقى ام وان الاثنين هيتضربوا في 1.5، ومن ده اجيب الاريا في ستيل. ودايما ما انساش احط بره بي سي ار واشوف البي سي ار قيمتها بكام بناء على الفايل اللي انا هستخدمها. تمام، ده كده عملنا ديزاين السكشن. المره الجايه ان شاء الله هناخد سكشن ريكتانجولار تانك من اوله لاخره بالتفصيل بالارقام ونشوف هنحله ازاي. تمام، وبعدين هنشتغل في الانفيديا تانك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.